بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، سامعني؟ شير سكرين. أتمنى الصوت يكون حد سامع. طيب يقول مسموع. طب كويس، معايا دكتور خالد؟ اشتغل منين بتاعنا؟ دكتور خالد، ايوه، اتمنى سامعني؟ الصوت يكون مسموع. تفضل يا دكتور أحمد، إحنا سامعينك. مش عارف أنا مسموع ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد شحاتة رفع إيده. طيب أنا الصوت مسموع. طيب أبتدي يعني؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو دكتور خالد هيظهر معايا دلوقتي إن شاء الله. هو النهاردة موضوعنا زي ما أنتم شايفين أهو، على الـ Healthcare Monitoring During Psychotropic Treatments. هو إحنا يعني كلامنا النهاردة إزاي إن إحنا نتابع المرضى اللي ماشيين على أدوية نفسية. هو ده موضوعنا النهاردة، تمام؟ لأن إحنا عندنا يعني مشكلة موجودة في العالم كله، مش في الدكاترة في مصر بس، وهي إن الدكتور النفسي غالبا ما بيشوفش نفسه دكتور، بيشوف نفسه بس يا إما هو بريسكرايبر بيوصف كده الأدوية، أو طبعا بيمارس السايكوثيرابي أو البيهيفيرال ثيرابي، وبيبعد نفسه عن المربع الطبي تماما. الكلام ده مش هيبقى مظبوط قوي. شكرا يا دكتور عبد اللطيف. الكلام ده مش هيبقى مظبوط قوي طالما انت بتكتب أدوية. يعني انا كنت دايما الناس اللي اشتغل معايا في العباسية زمان كنت بقول كلمة لو حد ايه حضرني يعرفها، اللي يحضر العفريت يصرفه. عايز تشتغل بالأدوية النفسية يبقى لازم تعرف ازاي تصرف العفريت بتاعها. عايز تبعد على الأدوية النفسية وتشتغل بقى حاجات تانية، ما حقك، وده صح ومظبوط. فرويد بدأ نيورولوجيست وانتهى سايكو أناليسيس. يونج نفس الشيء. يونج كان شغال في مستشفى كبيرة في فيينا، وكان بيعمل أبحاث في الباطنة، وبعد كده طبعا عمل ترانس أكشنال أو الأناليتيكال أناليسيس بتاعه دوت. فإذا يعني مش عيب إن الواحد يختار جزء من مهنته يشتغل فيه ويركز فيه، بس يبقى عارف حدوده عشان ما يضرش المرضى. وإحنا شفنا بره في دكتور ممكن يشتغل إي سي تي بس ويسموه إي سي تي سايكاتريست، وفي دكاترة بتشتغل أدوية بس بيسموها سايكوفارماكولوجيست. فكلامنا النهاردة على إزاي نتابع مريض نفسي على الأدوية. وزي ما إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، إمتى يعني المدد بتاعت الأدوية، إمتى نوقف الأدوية، وإزاي نحلل المسار بتاع المرض ونفهم الإبيسود ونفهم إن ده فيرست ولا ريكارنت ولا ده كرونيك ولا ده إيه، عشان نتخلص من الميتافور الشهير اللي احنا كلنا طبعا اتربينا عليه
وهو مش دقيق قوي، اللي هو انت هتعيش على الدواء زي ادويه الضغط والسكر. ده كلام طبعا مش صحيح. وحتى ادويه الضغط والسكر يعني علميا لو احنا يعني فكرنا فيها، المفروض المرضى ما يعيشوش عليها، وبعض المرضى بيقدروا يتخلصوا منها لو عدلوا اللايف ستايل. ومثلا مرضى السكر دلوقتي لو عملوا الجراحات بتاعه السمنه، ومعروف اللي هي بقت في الجايد لاينز عندهم، بيقدروا يتخلصوا من الادويه بتاعه السكر بعد فتره. فالكلام ده رغم ان هو مش علمي، هو كمان ان هيومن، اللي انت يجي لك واحد لسه في الاول وتقول له انا ايه، هتخش على الدواء زي الضغط والسكر، واحنا ما بنقدملوش اي رعايه صحيه. فكلامنا النهارده في الهيلث كير. انا مقسم الهيلث كير دوت، يعني دي تقسيمه مني، لاربع جهات. ده الاو بي دي فولو اب، يعني المريض لو جاي لك النهارده في الاو بي دي، تمام، في العياده الخارجيه اوت بيشنت ديبارتمنت، فانت الزياره بتاعتك مكونه من الاربع حاجات دولت. بما لو انا ميديكيشن سنتر دلوقتي، يعني انا ميديكيشن، انا مش بفكر دلوقتي في المرض، خلاص احنا اتكلمنا في موضوع الامراض وازاي بنأسس وايه السيمتومز اللي بنبص عليها وايه بنفهم المريض في ريميشن ولا لسه في ابيسود، خلاص ده مش موضوعنا. فبعد المينتال ستيت يعني، وبعد ما تشوف المريض وتقيمه، فده الميديكيشن يعني سنترد انترفيو او الميديكيشن يعني فولو اب، مرتكز حوالين الاربع حاجات دول: هيستوري اكزامينيشن، وده اختصار معروف اتش ان اي، الاي سي جي لاهميته محطوط لوحده، انا حطيته لوحده، واللابز المعامل والريفيرالز هتبعت ازاي. فخلينا يعني السلايد دي تبقى هي المنطلق بتاعنا اللي هننطلق منه، لان انا مش كاتب كلام كتير في السلايدز، انا بعتمد على اللي احنا نتناقش ونفكر مع بعض. في حاجات في الهيستوري لازم تتاخد طالما انت حاطط المريض على دواء. انا مش بتكلم دلوقتي في اول مره هتحط المريض على الدواء فيها، لان اول مره هتحط المريض على الدواء فيها دي صعبه شويه ومحتاجه شغل اكتر، اللي هو المريض الدراج نايف. انا بتكلم مرضى ماشيين على الدواء، يعني انا جابوني النهارده زي ما حصل معايا، مسكوني عياده مرضى نفسيين ماشيين على الادويه بقالهم سنين. في حاجات في الهيستوري لازم تتاخد، على سبيل المثال مثلا عندهم سكر في العيله ولا لا. ودايما لما نقول فاميلي هيستوري، عشان احنا يعني مش سوفيستيكيتد قوي، لما نقول فاميلي هيستوري في الطب النفسي المقصود الفيرست ديجري ريلاتيف، يعني ابوه وامه واخواته، الناس اللي عايشين معاه في البيت او اللي اتربى معاهم لو مش عايشين معاه دلوقتي. احنا يعني مش سوفيستيكيتد قوي اللي احنا نعرف ولاد عمه ايه وخاله ايه وعمه ايه وجده يعني اللي هو الاكستندد فاميلي هيستوري ده حلو وكل حاجه ومفيد وليه وقته، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. انا عايز اعود الناس البيزك سكيل، تمام، البيزك سكيل الاساسيه ان الفاميلي هيستوري يبقى في الفيرست ديجري ريلاتيفز اللي هم الناس اللي عايشين معاه واللي اتربى معاهم. ماشي، لو اي حد رافع ايده انا معاكم. طيب لا، بس لو حد قادر يكتب حاجه دلوقتي يكتب، لان انا يعني غالبا انا لوحدي، انا مش شايف لسه دكتور خالد، فانا مش قادر. انا معاك يا دكتور احمد من اول ال الو يا دكتور خالد، انت قادر تتكلم؟ مش عارف انت سامعني؟ طيب طيب هو يمكن عنده مشكله في الصوت، هيصلح دلوقتي. فلو حد عايز يقول حاجه يكتبها، لان انا مش هقدر ان انا ايه افتح المايكات لحد لغايه ما يبقى دكتور خالد معايا بيساعدني. تمام، طيب، تمام، ماشي يا دكتور احمد، ماشي يا دكتوره مايا، تمام، ماشي. طيب، فلما بنقول يا رجاله ويا شباب، بلاش يا رجاله عشان اقول لكش انت عنصري، لما نقول يا شباب الفاميلي هيستوري المقصود اخواتك ووالدك ووالدتك. فعلى سبيل المثال زي السكر مثلا، يعني في الاي سي دي 10 عندنا كود فاميلي هيستوري اوف دايابيتس ميليتس، ده مش موجود في اي مرض تاني، يعني ما عندناش فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن، ما عندناش فاميلي هيستوري مثلا اي حاجه تانيه، هو الدايابيتس نظرا لاهميته. تمام؟ في الاكزامينيشن طبعا، وهتبقى اشهر حاجه عندنا طبعا، هو النيورو اكزامينيشن او طبعا النورمال موفمنت. ولكن قبل ما اقول كده لازم افتكر ان في حاجه اهم من كده، وهي الفيتال ساينز زي الضغط والنبض. الاي سي جي طبعا احنا عندنا كميه لا باس بها من الادويه بتاعتنا، هي كارديو توكسيك. اللابس عندنا جايد لاينز في مجموعه واحده بس من الادويه ازاي تعمل لها تحاليل، اللي هي الانتي سايكوتيك، نزل لها جايد لاينز من الاي بي اي مع الاي دي اي اللي هي جمعيه السكر امريكان دايابيتيك اسوسيشن، من زمان، من اكتر من 10 سنين الجمعيتين دول اجتمعوا وعملوا جايد لاينز ازاي تتابع المريض اللي ماشي على انتي سايكوتيك اللي هي عشان ميتابوليك سندروم. لكن بقيه الادويه ملهاش جايد لاينز واضحه قوي نطلب ايه ونطلب امتى وازاي.
بعض الادويه الليبل بتاعها بيقول زي الفالترويد. تمام. ثم بعد كده الريفيرالز اللي انا هحتاج في الاخر عشان اعمل هيلث كير للمريض ده، انا هبعت لدكاتره تانيين، هبعت لطبيب اسره، هبعت لطبيب باطنيه، هبعت مثلا لدكتور عيون عشان اقيس ضغط العين وهكذا، او هبعت لدكتور نسا لو الست اللي معايا دي هايبربرولاكتينيميا وريزيستنت ومش عارف اتصرف وامينوريا بقى لها شهور، وهبعت للدكاتره التانيين بناء على المعطيات اللي انا خدتها من الثلاث جهات دول. الرسمه اللي قدامنا دي يا شباب انا حاططها للفولو اب فيزيت زي ما انا كاتب فوق، يعني المرضى اللي انت بتتابعهم وتواريخ المتابعه والمدد بين المتابعه انت اللي هتحددها بناء على الكلام ده، لان انا بحس ان بعض الناس بتدي مواعيد المتابعه بطريقه عشوائيه، اللي هو يروح شايفه، يعني بشوف ناس شايفه المريض اول مره يروح خبطه الدواء له تعالى لي بعد 4 شهور، يا فرحتي. طب وايه يعني ايه ده في مليون الف حاجه انت محتاج تشوفها في المريض قبل ما تشوف 4 شهور، محتاج تشوف الريسبونس، محتاج تشوف مشاكله مع الادويه، محتاج تشوف الجرعه هتمشي ولا لا، يحسسك اللي هو اله يعني ظبط الجرعه وروح بقى وتعالى بعد 4 شهور. فاذا هنا يظهر الدكتور، يعني الميديسن نوليدج، لكن الهيلث كير از ان ارت. الميديسن سهل يدرس في كليه الطب ومكتوب في الكتب وفي اساتذه تتكلم في الطب مظبوط احسن مني، لكن الهيلث كير ده بقى قصه ثانيه. اللي احنا هنطبق بقى المعلومات الطبيه دي على مريض قدامي دلوقتي محمد مثلا ابراهيم احمد، مريض ده هنطبق عليه المعلومات دي بقى محتاجه دكتور، محتاجه بقى دكتور يجيب المعلومات الطبيه دي ويحطها على المريض ده دلوقتي. خلينا نخش ونشوف. فانا لو قلت في الهيستوري تيكينج، انا يعني مقسمه من دماغي الكلام ده، ما قالوش جايد لاينز ولا مرض. ففي الهيستوري تيكينج انا بيهمني حاجات في النيورو، حاجات في السايكاتري. انا دلوقتي اتخيل مريض الكرونيك سكيزوفرينيا او الكرونيك بايبولر او الكرونيك ديبريشن اللي هم ماشيين على ادويه اكتر من سنه. ففي حاجات اول ما بيخش عليا لازم اتاكد ان هو ما عندوش الحاجات دي، لان ممكن تكون طلعت بعد كده، يعني هو ما تكونش عنده من البدايه. يعني المريض ده وقت ما جالنا اول مره ما كانش عنده المرض ده وظهر له المرض ده بعد كده. جاله ايبليبسي مثلا بعد كده، جاله ميجرين مثلا، حصل له ابنورمال موفمنت، حصل له مانيك سويتش مثلا او هايبومانيك سويتش، وده عشان كده حاطط سايكاتري. ففي النيورو، في الهيستوري بتاع النيورو لازم اتاكد اللي هو ما حصلوش مشاكل اثناء العلاج بتاعنا. فمثلا عندك مشاكل في حركتك، عندك مشاكل في اتزانك وانت بتاكل وانت بتشرب، في مشاكل في مسكه المعلقه، في مسكه مثلا الالم او كده. فالسايكاتري طبعا انا يهمني في الهيستوري الحته اللي قلناها بتاعت افري فيزيت افري بيشنت بتاعت المانيك او الهايبومانيك سيمتوم، عشان اتاكد ان ما حصلوش مانيك او هايبومانيك سويتش اللي هي الاعراض بتاعت الديك فاست او الدي تي بي او الدي اي بي، ديستراكتابيلتي ايرتابيلتي سايكوموتور اكسايتيشن والثوت ريسنج. دولت هيهموني مع اغلب الادويه، مش شرط الانتي ديبريسن بس، لان حتى بيحصلوا مع الادويه الضعيفه الدوبامين انتاجونز زي الاريبيبريزول. فالحاجات ديت هتبقى من الهيستوري بتاعي. وبعد كده يجي حاجه اسمها ريفيو اوف سيستمز، يعني الحاجات اللي مالهاش علاقه بالمرض بتاعي. تمام. ومفهوم الريفيو اوف سيستم ده ثابت عند دكاتره البطنه، والطب النفسي حب يقلده في الدي اس ام 5 لما عمل الترانس كاتنج سيمتوم اللي هتلاقوه في اخر كتاب. هتلاقوا فيه 11 في الادلت 13 في الاطفال، اللي هم بتعمل ريفيو اوف سيستمز على كل الاعراض المهمه في العيان اللي قدامك. فالريفيو اوف سيستم مثلا كارديو فاسكولار زي البالبيتيشن والديزنس، فانا مثلا لازم اتاكد، طب انت ما بيحصلكش دوخه او كده، ما بيحصلكش تحس رفه القلب عليك او كده، وبسرعه تبقى انت متبرمج في دماغك تسال الاسئله دي. انا دلوقتي عشان بشرح، فانا ايه غير لما بكون في العياده، انا في العياده انا متبرمج عارف كل مريض هساله ايه، ضخ طخ طخ اروح ساله، والنيجاتيف يعني انسرز دي مهمه، بيسموها بيرتننت او امبورتننت نيجاتيفز، اللي المريض نوت كذا نوت كذا نوت كذا نوت كذا، ده مهم. ما عندكش مشاكل في الهضم، ما عندكش امساك، وموضوع الامساك ده بقى الموضه دلوقتي، الموضه في الطب النفسي الامساك. ليه؟ شهر واحد اللي فات الاف دي اي طلعت وورنينج على الكلوزابين ان هو بيعمل كونستيبيشن، والكونستيبيشن بتاعه بيموت اكتر من الاجرانيولوسايتوسيس. الشاشة مش ظاهرة دكتورة بسمة، طب انا مش عارف ليه المشكلة، مش عارف حسب الجهاز، بس يعني انا مشاير الشاشة، فيعني ممكن تكون يعني بطء في النت او حاجة. تمام، الشاشة ظاهرة الدكتورة لينا اخر واحدة قايلة ظاهرة، شكرا. فهنا ال ال ال
الكونستيبيشن ده يا جماعه بقى موضه جامده قوي، فاهم يعني؟ ممكن نتكلم عليه مره لوحده، مش انا النهارده مش عارف نتكلم في كل حاجه ونسيب لكم الكلام ممكن في المناقشات. فالاف دي اي في شهر واحد طلعت وورنينج على الكلوزابين، اللي هو موضوع الجي اي هايبوموتيليتي اللي هو بيوصل للكونستيبيشن، الكونستيبيشن توصلك لإيلياس، والإيلياس زي ما احنا عارفين من المعلومات الطبيه العامه هو فانكشنال انتستاينال اوبستراكشن، يعني كانه فانكشنال اي او، والاي او دي الرعب بتاع دكاترة الباطنة ودكاترة الجراحة لما يصاحبها، ما هي ثابتة أنا ما غيرتهاش، لما يصاحبها من الكترولايت امبالاس. موضوع الجي اي ده خطير جدا خطير جدا، وخليني مرة أتكلم فيه بالتفصيل، أو أنتوا لما تسألوني في الأسئلة أتكلم في التفاصيل، بس مبدئيا خليني أقول لكم كلمة، إن المريض لو بيدخل الحمام أقل من 3 مرات في الأسبوع ده كونستيبيشن. فبالتالي لو اكتر من 48 ساعه ما بيدخلش لازم تاخد بالك بقى، لازم تنتبه، لان الجي اي هايبوموتيليتي هي الموضه دلوقتي مع الانتي سايكوتيك بيخافوا منها. اللي بتحصل مع الجي اي هايبوموتيليتي اللي هي تبتدي هايبوموتيليتي يعني سلو موشن، وتروح دخلك في كونستيبيشن، بعد كده الياس، بعد كده اي او انتستاينال اوبستراكشن، بعد كده الكترولايت ديستربنس وكارديوفاسكولار انستابيليتي، والقصه بقى اللي انتوا ايه عارفينها. دكتور خالد، طب دكتور خالد انت قادر تتكلم ولا الصوت فيه مشكلة؟ انا مش عارف، حاسس ان انت مش سامعني يا دكتور احمد. يا مش وريني كده، انا مش سامع صوتك يا دكتور خالد، في مشكلة عندي ولا ايه؟ هو بقية الزملاء سامعيني فمش عارف، اعتقد المشكلة عندك. طب اتكلم كده تاني خالد معاك. طب كده الصوت واضح. يبقى انا كان عندي مشكله. قول تاني كده. تمام، سمعني كده كويس؟ كده سامعك. طب انتوا سامعين دكتور خالد يا جماعه ولا لا؟ ايوه هم سامعيني. انا عارف. يعني انا اللي كنت بره الكلام. تمام. طب انا مش عارف والله العظيم، الزوم ده برضك عامل زي بيت جحا، يعني كل مره تخش له من حته تلاقي حته بتطلع من هنا، وهو اصلا يعني مش عارف، انا عامل زي بيت جحا. طيب تمام. طب قول يا خالد لو هتقول حاجه عشان انا ما سمعتكش الاول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا متابع معاك، لو في تعليق هبقى يعني هوقفك ان شاء الله. مع بعض. معلش هو يظهر انا بقى كان عندي مشكله، لان انا النهارده سمعت نصيحه محمد عبد البديع وقال لي هات سماعه التليفون قديمه واستخدمها وهنشوف اهو. طيب فهنا الجي اي دي مهمه جدا، فالمريض لو بقاله يومين ما بيدخلش الحمام سواء عندك في القسم او في العياده لازم هتنتبه وتاخد اجراءات اللي انت تتعامل مع الكونستيبيشن. وخلينا نتكلم في ده في الاسئله، بس المهم الموضوع ده اللي انت تتعامل مع الكونستيبيشن قبل ما يوصل لإيلياس، لان لو وصل لإيلياس الموضوع خرج من ايدك ودخلنا في مصيبه. تمام. فالجي اي دي مهمه، سواء جي اي ابسيت او جي اي هايبوموتيليتي. اندوكراين طبعا بقى حاجات كتير، هايبربرولاكتينيميا، وهايبربرولاكتينيميا في الستات معناها حاجتين، معناها جالاكتوريا ومعناها امينوريا، وفي الرجاله معناها حاجتين، معناها امبوتنس ومعناها جاينيكوماستيا، وما حدش يستهين بالجاينيكوماستيا. جاينيكوماستيا عليها كلام كتير وبتبوظ شكل الراجل وبتضعف الكونفيدنس بتاعه بعد كده، وعلاجاتها مش سهله وممكن تحتاج جراحه. خلينا برضك نتكلم عنها في الاسئله بالتفصيل. السكشوال طبعا، السكشوال بيرفورمانس والسكشوال ديسفانكشن سواء في الرجاله او الستات الاثنين، وكل ادويه السيروتونيرجيك سواء كانت انتي ديبريسنت او انتي سايكوتيك، اي دواء بيرفع السيروتونين هو دواء بيعمل سكشوال ديسفانكشن بنسبه اكثر من 50% في اغلب الناس. الارقام اللي مكتوبه في الليبل غير ارقام الماركتنج بعد كده الحقيقيه، الارقام الحقيقيه اكثر من 50%، لدرجه في ناس بتعتبر الانتي ديبريسنت هي السكشوال سبريسنت وساعات بتشتغل انتي ديبريسنت. هي بالاساس هتشتغل سكشوال سبريسنت، وفي 30% من الناس هتشتغل انتي ديبريسنت. فمحدش يعتمد على الارقام المكتوبه في الليبل زي الميديسكيب وكده، لان الارقام البوست ماركتنج اللي هي تعتبر فيس 4 في الاف دي اي اللي هي حاجات حقيقيه، اللي هي لما الدواء نزل السوق دي عاليه جدا. ولازم نتعود نسال ازاي المرضى في السكشوال ديسفانكشن، لان في قاعده في السكشوال ديسفانكشن اللي هي كومون والناس ما بتتبرعش تقولها، فانت لازم تتعود ازاي تساله ونعرف، ودي برضك عايزه مره نتكلم فيها بالتفصيل الاسئله الاولى. وسكين في الريفيو سيستم عشان لو عنده راش او عنده فوتو سنسيتيفيتي. الراش طبعا معروف مع مين؟ زي اللاموتريجين. والفوتو سنسيتيفيتي مع اغلب الادويه بتاعتنا فوتو سنسيتيف، بتخلي الجلد غامق كده وبالذات ممكن في الستات ويتاثروا، فساعتها تقول لهم طبعا
يبتدوا يعني يستخدموا حاجات تغطي الجلد او يستخدموا سان سكرين او كده، لان اغلب الادويه بتاعتنا فوتو سنسيتايزنج، بالذات الادويه القديمه النيوروليبتكس القديمه زي الفيرست جنريشن انتي سايكوتيك او انتي ديبريسنت. فاذا في الهيستوري وانت بتتابع المريض كل مره بتسال على الابنورمال موفمنت من حياته، وبتسال على المانيك سويتش، وده اللي يهمني اكتر حاجه، او على الانكزايتي لو طلعت، ممكن تحط معاها السليب، لان طبعا ادويه كتير من بتاعتنا بتعمل سليب ديسربشن، والادويه النفسيه يا جماعه بتعمل سليب ديسربشن من كذا طريقه. واحده منهم الاكاثيزيا، واحده منهم الريسس ليك سندروم، واحده منهم الاوبستراكتيف سليب ابني نتيجه الويت جين. فالموضه والبدعه اللي اخترعها دكاتره كتير بتاعه اللي هو ينيم المرضى لسنين بكوتابين او بمرتازابين، ده مش حقيقي. هو مش عارف يسحبه، فالمريض بيتعب من السحب بس، يعني بيتعب من الويدرول سندروم اللي هي طبعا بتتسمى بالشياكه ديسكونتينيوشن سندروم. وللمناسبه طبعا صاحب التسميه ديسكونتينيوشن سندروم هي شركه فايزر، لما طلعت بزمان بالفلوكستين، والفلوكستين طبعا كان جاي بعد التي سي اي والماء والادويه اللي كانت بتبهدل الناس في الويدرول، وطبعا معروف الفلوكستين هو دواء التي اوف بتاعته طويله بالعشر ايام، فبالتالي هم قالوا اللي هو ما بيعملش ويدرول سندروم، بس طبعا نتيجه الويدرول سندروم سمعتها وحشه مع الادمان، فالناس بتوعهم قالوا بتوع فايزر قالوا نسميها ديسكونتينيوشن سندروم، كانك بطلت الدواء يعني، مش يعني ايا كان، بس هي ويدرول سندروم. فهنا الويدرول سندروم هي دي اللي بتفسر المرضى اللي بيقولوا لنا انا عايش على كوتابين بقالي سنين مش عارف انام، عايش على مرتازين بقالي سنين مش عارف ابطله، او ما بعرفش انام غير بيه. هو ده التفسير الوحيد اللي احنا مش عارفين نسحبه، والا فمعروف الادويه دي بتعمل سليب ديسربشن مع الوقت، كوتابين مثلا عن طريق الويت جين، وعن طريق الديسليبيديميا، وعن طريق الريسس ليك سندروم، واغلب الادويه بتاعتنا بتعمل ريسس ليك سندروم وبتعمل اكاثيسيا، والاثنين وساعات ما بنعرفش نفرق بينهم، واصلا الديفرنشال دايجنوز ما بين الريسس ليك سندروم والاكاثيسيا صعب جدا. خلينا نتكلم على ده في الاسئله في الاخر، او شوف يا دكتور خالد لو يعني حته عايزين نقف عندها. فهنا موضوع السليب ممكن تحطه مع النيوروسايك في المتابعه، تمام؟ يعني وده مش معناه ان انا ضد اللي انت تنايم حد بالمرتزفين وكتابين، ما انا بعمل كده زيكم، بس انا ببقى عارف امتى هقف، ادي مثلا خمس ايام ست ايام اسبوع اسبوعين بالكتير، يعني مش اللي هو عايش عليه على طول. طيب فده في الهيستوري. في الفاميلي هيستوري في حاجات مهمه جدا ولازم تتسال كل مره، وهنا في جايد لاينز في حته الفاميلي هيستوري بتاع الدايبيتس انه لازم يتسال مره في السنه. يعني الجايد لاينز بتاعت الاي بي اي والاي دي اي بيقولوا لازم تساله مره في السنه ان في حد من اخواتك او والدك والدتك جاله سكر ولا لا. لان المريض ده لو معاه فاميلي هيستوري سكر وانت مديله مثلا اولانزابين او مديله كوتابين او مديله كلوزابين بنسبه كبيره هيجيله سكر. وزي ما قلت لكم الفاميلي هيستوري اوف دايابيتس موجود له كود في الاي سي دي 10. طب الكارديوفاسكولار ليه؟ لا مش الكارديوفاسكولار لاي حد، لليونج ادلت. في حد في اسرتك ومعاك في البيت عنده مشاكل في القلب وسنه صغير، الشباب الصغيرين الاطفال اقل من 30 سنه. انا ما يهمنيش الهايبرتنشن والاي اف والكلام ده، لان ده غالبا يعني لايف ستايل، ده مش جينيتك. لكن انا هنا عشان الكونجينيتال او الهيريديتري لونج كيو تي، ان الاسره دي فيها لونج كيو تي، في ناس مخلوقين وعندهم مرض اللونج كيو تي، انت تشبطه ده خلاص يخش في فرسات دب 1، هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. فعشان تلقط الناس اللي عندهم كونجينيتال لونج كيو تي سيندروم هتلقطهم السؤال ده. فالسؤال ده سكريننج مهم جدا. في حد في اسرتك مش الشباب الصغيرين اخواتك عنده مرض في القلب او بيتابع مع دكتور قلب؟ ده سؤال مهم عشان الكونجينيتال كيو تي. انا ما يهمنيش والده عنده ضغط وسكر، دي ما تفرقش معايا، ما يهمنيش اخوه عنده ضغط، مش هتفرق معايا، ما يهمنيش اخوه جاله روماتيك فيفر، لكن يهمني يقول لك ان اخويا بيتابع مع دكتور قلب ومركب له بيس ميكر، دي مهمه قوي. مثلا في مرضى يقول لك كده، في مريض عندنا دخل مره في قسم الادمان عنده 21 سنه مركب بيس ميكر عشان عنده حاجه في الكونجينيتال. والجلوكوما، لان انتوا عارفين اغلب الادويه بتاعتنا سواء الانسيكوت او انتي ديبريسن بتعمل كلوز انجل جلوكوما، والجلوكوما هيريديتري اصلا وبتيجي في الميدل ايج، فانت تسال على الاسره ديت فيها جلوكوما ولا لا. تمام؟ لا مش اسيمتوماتيك يا دكتور احمد، هنقول بالتفصيل. لا طبعا مش اسيمتوماتيك، دول بيتعالجوا. وبعدين هي الادويه اللي بتعمل برولونج كيو تي دي ادويه كتيره جدا مش ادويه نفسيه بس، دي انت عندك مضادات حيويه كتير، ادويه المعده كلها،
أدوية كتير من اللي الناس بتستخدمها، هنبقى نتكلم دلوقتي فبتحصل مشاكل. لا طبعا بتحصل. وبعدين هو انت لازم تبقى واخد بالك حاجة يا دكتور أحمد، لو انت يعني ببساطة اللونج كيو تي مش هي المشكلة، اللونج كيو تي دي الباك جراوند بتاعت التورساد بوينت. فلو انت واحد الباك جراوند بتاعه اللي هو لونج كيو تي، فهو معرض يخش في تورساد بوينت مع مشاكل كتير مش أدوية بس. يعني لو جاله هايبوثايرويد، لو جاله ليفر، والليفر طبعا في مصر كتير، لو جاله مثلا نمونيا، لو جاله واحده اثناء الحمل، لو مش عارف حصل له مثلا سيستميك انفكشن، يعني انت بتتكلم في واحد مؤهل في اي لحظه انه يخش في تورساد بوينت، فهتبان طبعا. والتورساد بوينت مش قاتله، لما بتيجي في السياق بتاعها بيعرفوها بيعالجوها بسرعه. انا شفتها لما كنت شغال نيورو. هي مشكلتها معانا احنا ان المستشفيات بتاعتنا ضعيفه مش هتلقطها، فالمريض هيموت. لكن التورساد دو بوينت دي حاجه عاديه عند دكاتره الاي سي يو كارديولوجي، ده كلمه عاديه مش كلمه مرعبه يعني. تمام؟ لا مش هيبقى سادن كاردياك ديث، هيبقى سادن كاردياك ديث في حالتين، لو معاه كارديو مايوباثي او لو المريض دوت طبعا ما اتلحقش، لكن غالبا بتتعرف في سياق تاني نتيجه اللي هو مثلا خد دواء معده او حاجه تانية. خلينا نتكلم دلوقتي عليها بالتفصيل. المهم اللي انت بتسال ان في فاميلي هيستوري الحته دي ولا لا. طيب الثلاثه دول انا حطيتهم في سطر لوحده لاهميتهم، الدايابيتس والكارديوفاسكولار ايرلنس في اليونج ادلت والجلوكوما. لكن بعد كده تشوف لي اي كونتريبيوتري كونديشن، في حاجه اسمها كونتريبيوتري كونديشن للمشكله اللي عندك، اللي هو بقى كل الامراض النفسيه، ان اخوه بيتابع في مستشفى نفسيه، والدته كانت بتتابع في مستشفى نفسيه اللي هو الفيرست رانك ريلاتيفز، والده عنده صرع، اخته عندها ميجرين، اللي هي كل الامراض اللي هي كونتريبيوتري لينا، بتشارك معانا، بتشارك نفس الجيناتكس، واغلب امراض النيورولوجي والسايكاتري جيناتكس واحده. فده هيبقى في المتابعه مهم جدا. مفيش جايد لاينز للكلام ده ما عدا الدايابيتس. الدايابيتس لازم المريض يتسال كل سنه في حد في عيلتك تشخص سكر ولا لا، مهم جدا. الباقي كله مفيش جايد لاينز. طيب نخش في الاكزامينيشن. الاكزامينيشن بيبتدي بالفايتال ساينز، واهم حاجه عندي بلاد بريشر والهارت ريت. بلاد بريشر طبعا عشان ده زي الفينلافاكسين، والفينلافاكسين بيعلي الهارت البلاد بريشر في مرضى كتير بالذات في الميدل ايج، وشفناها هو الديلوكستين. والهارت ريت عشان لو انت مثلا الدواء بتاعك عمل تاكي كارديا، والتاكي كارديا منتشره جدا في الادويه بتاعتنا زي الكوتابين، او زي لو انت بتدي دواء بروبرانولول وحصل براديكارديا. يعني انا اي مريض قبل ما اكتب له بروبرانولول بعمل حاجتين، بساله انت عندك سكر او ازمه، واقول للممرضه اوري لي الهارت ريت واتابع على كده. تمام؟ فده في الفايتال ساينز. انا فيش جايد لاينز لكده. الويت والبي ام اي والويستر كونفرنس فيهم جايد لاينز، وهتشوفوها دلوقتي هجيبها لكم. ان المريض بيتقاس بيز لاين، في بعض الادويه زي الكلوزابين والانزابين بيتقاس كل اسبوع لمده 3 شهور، وفي اغلب الادويه يتقاس كل 3 شهور لمده سنه، وفي اخر السنه لو طبيعي بيتقيس كل سنه. تمام؟ فالويت والبي ام اي والويستر كونفرنس ليهم جايد لاين. الويستر كونفرنس بيز لاين وكل 6 شهور، وعلى اخر السنه لو طبيعي بيتقيس كل سنه، لو في الست شهور الثانيه مش طبيعي يبقى هتقيس كل 6 شهور. تمام؟ دي الحته دي فيها جايد لاينز، والجايد لاينز احنا ساعات نخالفها عشان لو المريض محتاج. يعني انا مثلا الابحاث، لان حته الويت جين دي محتاجه كلام بالتفصيل، الابحاث كلها بتؤكد ان الويت جين اللي بيحصل مع الادويه النفسيه سواء الانسايكوتيك او الانتي ديبريسنت زي مرتازابين وكده بتحصل في اول شهر او شهرين، بتحصل في اول شهر او شهرين. ولو حصلت بنسبه 5% في اول شهر او شهرين غالبا هتزيد بعد كده. 5% يعني انت بتتكلم من 3 كيلو ل 6 كيلو على حسب وزن العيان. بعض الكتب تقول لك 6 كيلو بس على طول، يعني بعض الكتب تقول لك 6 كيلو، يعني المريض لو زاد 6 كيلو في اول شهر او شهرين فغالبا هيزيد بعد كده على طول، يعني هيكمل، والزياده دي بتكمل لغايه اول سنه وبعد كده تقف. واكتر ناس ممكن تحصل فيهم الزياده دي هم الادوليسنت، ودي طبعا احنا بنشوفها بوضوح لما تجينا بنت صغيره عندها 18 سنه 19 سنه وبتتعالج وتاخد انسايكوتيك، في خلال 3 4 شهور تلاقيها زادت 30 40 كيلو. انا شفت الكلام ده كتير. ولذلك تيجي اهميه الجايد لاينز هنا اللي هي بتقول لك تعمل ايرلي ديتكشن للويت جين، لان هي دي الفتره الذهبيه اللي انت تتدخل تحله. بعد كده خلاص، يعني بعد شهرين
او 3 شهور او 4 شهور او 6 شهور لو حبيت تتدخل انت تتعامل مع الويت جيم مش هتعرف. وعشان كده ده عايز كلام لوحده، لان خلاص الميتابوليك ستيت بتاعت المريض ده اتغيرت، حصل له سويتش للميتابوليزم بتاع جسمه كله، هيدخل في حاجه تانيه، هيدخل في موربيد اوبيزيتي، هيدخل في دايابيتس. حتى لو انت دكتور طيب ومحترم وسحبت الاولانزابيل ولا سحبت الكلوزابيل ولا سحبت الريسبريدون، خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت بتاع اللي انت تتدخل. والموضوع ده فيه كلام كتير، هيبتدي طبعا بتعديل الجرعه، هيبتدي باللايف ستايل موديفيكيشن، ممكن تضيف بعض الادويه زي الميتفورمين زي الاريبيبرازول، ودلوقتي طلع كلام على الميلاتونين، وقبل كده كان على التوبيراميد. خلينا نتكلم عنها براحتنا لما نفتح الاسئله. فموضوع الويت جين دوت بيحتاج ايرلي ديتكشن، وعشان كده بيتقاس كل شهر كل اسبوع لمده 3 شهور مع الكلوزابين والزابين، وبيتقاس بيز لاين والثلاث شهور مع اغلب الادويه الثانيه لمدة سنة، وعلى آخر السنة لو طبيعي هتقيس كل سنة. طيب، والزيادة اللي انت تخاف منها هي 5% من البيز لاين. طبعا للأسف عشان كده في دكاترة كتير ما عندهاش البيز لاين، فهتتمرجح بعد كده، ما كانش عارف البيز لاين بتاعه ايه. لان انت لو مش عارف البيز لاين مش هتعرف. يعني انا داخل لك دلوقتي وزني مثلا 80 كيلو، فانت لما تعرف البيز لاين وتحدد ال 5% بتاعتي كام، مش هتقلق لما انا ازيد كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو، لكن اول ما ازيد 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو انت كده هتبتدي تقلق، اللي انت مدخلني في drug induced weight gain. تمام؟ طيب في النيورو هتبقى اهم حاجه عندي الابنورمال موفمنت، والابنورمال موفمنت ليها سكيل وليها جايد لاينز معروفه، اللي هو الايمز، اللي هو ابنورمال انفولنتري موفمنت سكيل. ده حاجه سهله جدا واسمه صعب، وممكن احنا نحس احنا مش هنعرف نعمله، واللي هو يعني عيني حاجه رهيبه، لو دخلت على اي يوتيوب هتتعلمه، واحنا كنا بندرب عليه الناس في العباسيه. وهو فلسفته اللي انت بتبص على الابنورمال موفمنت في كذا حته، بتبص عليها في لسان المريض، في وشه، في رقبته، في ايده، في رجله. انا شخصيا عشان بكون مستعجل في العياده والدنيا زحمه، بعمل 3 حاجات اساسيه. بخلي المريض يطلع لسانه، لان التانج تريمورز دي واحده من الحاجات الايرلي بتاعه التارف ديسكاينيزا، لازم يطلع لسانه ويبقى فري وتشوف لسانه ده بيتهز ولا لا. لو في تانج تريمور دي واحده من الايرلي ساينز بتاع التارف ديسكاينيزا، بشوف الحركه بتاعه بقه، وبعد كده بعمل طبعا التريمورز بتاعه الهاند. والتريمورز بتاعه الهاند ليها 3 بوزيشن، واحده قدام عينيه وهي مفروده كده، معلش احنا ما عندناش كاميرا، اللي هي تعتبر البوستشرال، واحده هو حاططها على ركبته دي طبعا الريستنج، وواحده هو بيلمس الانف اللي هي طبعا تعتبر الانتنشنال. وتعمل برضك الريجيديتي اللي هي اراوند ريست جوينت اند اراوند البو. ولازم لما تكتب تكون دقيق يا جماعه، لما تكتب تكون دقيق، ما تقولش نو ريجيديتي وتسكت، تقول نو ريجيديتي فين، تقول نو ريجيديتي اراوند بوث ريست جوينت، او نو ريجيديتي اراوند بوث البو جوينت، اللي انت فحصتها في الحته دي. وطبعا الريست والالبو اللي احنا بنفحصهم كسكريننج، لكن طبعا لو انا عندي مريض ودخل في مشكله وشكك، انا هفحصها في كل حته بقى، بفحصها في الني، وبفحصها في الانكل، بفحص في الجوينت كمان عشان اتاكد هي جنرالايزد ريجيديتي ولا لا. ده يعني كلام نيورو مش مهم، لكن اللي يهمك اللي هو اراوند الريست واراوند الالبو جوينت. اكتب ايمس على يوتيوب وهاته وتعلمه، وموجود على موبايلاتكم في كل التطبيقات بتاعت اللي هي فيها السكيلز وكده، موجود تقدر تعمله بسرعه. ده بيتعمل لكل زياره للمريض ومش محطوط له وقت، ولكن احنا من فهمنا للادويه نقدر نحط له وقت. هو احنا بنعمل الامس ده ليه؟ عشان احنا خايفين من التاردف ديسكاينيزيا في الاساس. الاكيوت ديستونيا والكلام ده خلاص احنا عارفين سكتها، بتحصل في اول مثلا شهر او شهرين من العلاج، لكن التاردف ديسكاينيزيا بتحصل في اول 6 شهور من الدواء. فاذا يبقى انت المريض لو انت بتعرف اول 6 شهور تفحصه، كل لما يجي لك تفحصه، تمام؟ ما فيهاش جايد لاينز. بعد كده خليها كل سنه او عند اللزوم طبعا لما تحتاج. الإديمة نظرا لاهميتها انا جبتها لوحدها، عندنا ادويه كتير بتعمل إديمة بكذا طريقه، طبعا اشهرهم البري جابلين، بس كل انسايكوتيك بتعمل إديمة زي اولانزابين والريسبريدون. خوفنا من الإديمة اللي هي هتدل على مرض تاني، الراجل ده عنده مرض تاني، وانا لما اديته اولانزابين او ريسبريدون الراجل ده مثلا كان الرينال فانكشن بتاعته يا دوبك على القد، او الكاردياك كونديشن عنده على قد، اول ما اديته الدواء ده الكاردياك كونديشن او رينال كونديشن او الليفر كونديشن ظهرت، فحصل له لور ليمب إديمة. فاللور ليمب إديمة مهمه جدا لينا في السايكاتري، لان ساعات بتكون دراج اندوست، او ساعات الدواء بتاعك هو اللي اظهر المشكله نتيجه اللي انت ضاغط على العيان، لان هو في الاخر مش عايزين نفرح بالسيديشن والسايكوموتور ريتارديشن اللي هنعمله للمرضى. احنا عشان نبقى صراحه احنا بنعالج كتير بالسايكوموتور ريتارديشن والفاتيج،
اللي هو بنسميه سيديشن، هو مش سيديشن، انت عامل المريض فتيك، عامله زي موتور ريتارديشن. فالمريض دوت ممكن يحصل له كاردييك كونديشن، يحصل له ليفر كونديشن، يحصل له رينال كونديشن. فالاديما انا حاططها مهمه ودي سهله تبص عليها. وطبعا الدراج انديوسد اديما بتكون بيتنج وبايلاترال وفي الانكل، يعني ما بتكونش في ناحيه واحده. يعني اللي هتيجي مع البري جابالين او الامانتادين، امانتادين من الادويه بتعمل لورم اديما، هتيجي في الناحيتين. لكن لو لقيتها في ناحيه واحده هتفكر في حاجه ثانيه، او هتبعته طبعا لحد يفكر في حاجه ثانيه مش انت. نفس الشيء عايز انبهكم ان الاديما مش هتحصل بس في اللور ليمب مع المرضى النفسيين، بتحصل كتير تحت العين بالذات في الستات، بتحصل في كف الايد، وساعات لما تحصل تظهر لك الكاربال تانل سندروم، وساعتها هيبقى لاترا. تلاقي المريض بعد ما بقت له الادويه النفسيه بدات يحصل له نيوروباثي في ايدين الاثنين نتيجه الكاربال تانل سندروم، نتيجه الكومبارتمنتال سندروم اللي حصلت. فالاديما هي اللي ظهرتها، وده اللي بيركز مع المرضى في فحصهم وفي المتابعه بتاعته. فاذا ده يعتبر في الاكزاميشن دي اهم الحاجات اللي تتابع المريض لو بياخد دواء نفسي. نيجي بقى للكينج بتاع الطب النفسي اللي هو الاي سي جي، ان هو طبعا لا قدر الله ممكن يدخل في مشاكل. احنا خوفنا ايه من الاي سي جي؟ نروح في الحته اللي بعدها عشان نبقى ايه واضحين. احنا خوفنا من الحته ديت اللي هي البرولونجد كيو تي انترفال. هنا زي ما انتم شايفين الاي سي جي، والاي سي جي دوت يعني حاجه بسيطه المفروض كل الناس تعرفه. الاي سي جي ده كان بيتدرس في كليه الطب في سنه اولى عندنا في طب اسكندريه، ما اعرفش بقيه الكليات سنه اولى ولا ثانيه، في سنه اولى يعني كل الناس في سنه اولى طب بيعرفوا يبصوا في رسم القلب، فما ينفعش انت هتخرج من كليه الطب ما تبصش فيه. هنمسك ليه التول اللي قدامنا اهو، الكيو تي اللي هي بادئه من الكيو اللي هي قبل الار، تمام، لغايه اخر التي، تمام، الكيو هنا لغايه اخر التي. طيب ببساطه لو لقيت الكيو تي اكبر من مربعين كبار ابتدي ركز، لقيتها اقل من مربعين كبار ما تركز. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، لسه هنخش في تفاصيل كتير. بس هنا لو بصينا على الرسمه ديت كم مربع، ادي واحد ادي اتنين ونص او تلاته، الكيو تي هنا واخده تلات مربعات كبار، لا يبقى نركز بقى، يبقى ده prolonged كيو تي، ودي حاله drug induced كيو تي prolongation as a result of an acetylpram overdose in a patient with previously undiagnosed congenital long QT syndrome. طبعا الاسيتالوبرام كارديوتوكسيك بوضوح من اول 5 مللي، عشان في ناس بتدافع عنه، هنقول الكلام ده دلوقتي بالتفصيل. فالQT prolongation هي ريسك فاكتور لحاجه اخطر شويه اسمها تورساد دو بوينت. وتورساد دو بوينت هي كلمه فرنساوي معناها سويتشنج اوف ذا بوينت. ادي ار بتبص لفوق، ادي ار بتبص لفوق، ادي ار بتبص لفوق، ادي ار بتبص لفوق، بعد كده ار بتبص لتحت، ار بتبص لتحت، ار بتبص لتحت، بعد كده ترجع تاني تبص لفوق، بعد كده ترجع تاني تبص تحت، بعد كده ترجع تاني تبص تحت، بعد كده ترجع تاني تبص فوق. ده المنظر بتاع الفي فيب، الفنتريكولار فيبريليشن، يعني دي نوع من انواع التاكي اريثميا. يعني التورساد دو بوينت اولا نوع من انواع التاكي اريثميا في اي حته، في الفنتريكل، فهي فنتريكولار تاكي اريثميا عباره عن الفنتريكولار اكتيفيتي بيحصل لها سويتشنج، مره تبص لفوق مره تبص لتحت، مره تبص لفوق مره تبص لتحت، وعشان كده سموها تورساد دو بوينت، يعني switching of the point. الحركه دي كتيره، والمونيتور في اي اي سي يو بيعرفها لوحده، ويروح مديك صوت يروح الدكتور رايح حقنه مغنيسيوم سلفيت. دي حاجه عاديه بيشوفوها، التورساد دو بوينت مش حاجه صعبه، بتتشاف في مشاكل كتيره جدا، في مشاكل طبيه او في ادويه طبيه كتيره، واحده منهم الادويه النفسيه بتاعتها. طيب فالتورساد دو بوينت هي الرعب بتاعك مش البرولونجد كيو تي. فالبرولونجد كيو تي هي واحده من الريسك فاكتور بتاع التورساد دو بوينت، او بلفظ ادق لو واحد عنده برولونجد كيو تي فهو مؤهل مرتين لثلاث مرات ان يحصل له تورساد دو بوينت، وضيف بقى عليه الحاجات التانية. طيب نيجي نخش في التطبيق ده، التطبيق ده مهم جدا، اسمه كريديبل ميدز، تمام. التطبيق ده اسمه كريديبل ميدز، التطبيق ده موجود مجانا على اجهزه الاندرويد والايفون، وهو تابع لجامعه اريزونا،
هتلاقي حاجه اسمها ايزي سيرت اللي هو اديوكيشنال سنتر في جامعه اريزونا، وجامعه اريزونا هي المسؤوله عن تطوير التطبيق دوت، وهي عامله حاجه اسمها كيو تي ليست، كان زمان اسمها كيو تي ليست، والكيو تي ليست هي اللي حصل لها الكريديبل ميدز دوت. فده تطوير للكيو تي ليست اللي كانت موجوده زمان، كانوا عاملين موقع اسمه كيو تي ليست اللي هو الادويه، كل الادويه اللي في الطب اللي بتطول الكيو تي برولونجيشن. فالدواء ده فالتطبيق عايز تنزلوه، بتفتح فيه اي دواء بيقول لك الدواء دوت وضعه اي دواء في الطب. طبعا التطبيق ده يحتوي على حوالي 300 دواء، تقريبا نصهم في الطب النفسي او ليهم علاقه بالطب النفسي. فالكيو تي هي بتعبر عن فنتريكل ريبولاريزيشن، وعشان تقول لونج كيو تي انترفال في الستات بتختلف عن الرجاله، فالستات بتكون اطول شويه، وعشان كده الجندر هو ريسك فاكتور للبرونج كيو تي، وبالتالي ريسك فاكتور للتورسد بوينت، وبالتالي وانت بتعالج واحده ست تبقى واخد بالك عن تعالج واحد راجل. ونفس القصه لو انت رايح ترد في كونسلتيشن في مستشفى، لما هترد على واحده ست كاردياك غير لما ترد على راجل، تمام؟ ده الكلام الرسمي لاكثر من 480 ملي سكند في الستات، واكثر من 470 ملي سكند في الرجاله. لو خدتوا بالكم الكلمه البلدي اللي انا قلتها من شويه اللي هو مربعين كبار، المربع الكبير انتوا عارفين اللي هو 200 ملي سكند، والمربعين الكبار 400، معناه ان انت هتبتدي تركز بعد ال 400 يعني، لان في اغلب الناس بتكون 300 وشويه. والمربع الصغير لعلمكم عشان تبقوا عارفين هو 200، فطبعا انت بسهوله تقدر تقيس الكيو تي لو عديت المربعات الصغيره، تشوفها كم مربع صغير وتضربهم في 40، او تشوفها كم مربع كبير وتضرب في 20. طيب بس المعلومه دي مش مهمه قوي، يعني دكاترة القلب لما تقعد تتكلم معاهم ولما تقرا في كتبهم وتتكلم معاهم، مسألة ان هي قد ايه الطول بتاعها ده مش مهم قوي. المعلومة الاخطر هي اللي مكتوب البولد دي، اللي الاف دي اي طلعته في 2005، اللي هو قالت لك ان التشينج هو اللي مهم، السيجنيفيكانت كلينيكال سيجنيفيكانت هتيجي من التشينج. يعني انا مثلا لو كنت 370، انت بدأت العلاج معايا 370، وبعد اسبوع بقيت 380، ففي زياده 10 ملي سكند اكتر، دي كلينيكال سيجنيفيكانت، دي كارد توكسيستي، مع ان ال 380 بالتعريف اللي فوق ده نورمال، ال 380 نورمال. طبعا انا اقول التخوتنا والملي سكند وكلام، انا بقيسها وبعرف اقيسها من زمان وتعلمت اقيسها من زمان، لكن اغلب المكن بتاع الاي سي جي اللي موجود في المستشفيات كلها حتى في مصر بيقيس الكيو تي، على الاقل بص عليه فوق في القياس امشي. لازم يكون عندك بيز لاين عشان كده. فقبل ما تبتدي الادويه يكون عندك بيز لاين ان المريض ده مثلا 480 مثلا، ده 480 ماشي خلاص هو 480، وبعد اسبوع مثلا 475، وبعد اسبوع تاني مثلا 496. فطالما ما بيزيدش اكتر من 10 ملي سكند، 10 ملي سكند ده مش سيجنيفيكانت، لو زاد 10 ملي سكند اكتر هو ده السيجنيفيكانت بالتعريف بتاع الاف دي اي للكارديوتوكسيستي في الادويه، تمام. اللونج كيو تي هي ريسك فاكتور للتورسد بوان للتي دي بي بنسبه بتخليها اكتر من 2 او 3 مرات. لازم تسال على الفاميلي ريست بتاع السادن ديث زي ما كان الدكتور بيقول في اليانج ادلت، او الكارديوفاسكولار ايلنس في اليانج ادلت. لا في العموم يا دكتوره لينا، في العموم، وهنقول دلوقتي بالتفصيل شويه اصبري عليا، بس في العموم حتى لو بعد جرعه، حتى لو انت دلوقتي اديتي انجكشن وزاد 10 مللي، ده كاردي توكسيستي، وانت مش هتبقي قلقانه من البرولونج كيو تي، انت هتبقي قلقانه من المشهد كله ان هو في ايه تاني. طيب خليني بس اكمل وهتوضح معاك. هل البرولونج كيو تي ليها ورك اب؟ اه بقى ليها ورك اب، وده اللي انا عايز اعلمه لكم النهارده. انا لدرجه الناس اللي بيقدروا معايا من الفاميلي ميديسن حفظوا مني الحاجات ديت، انا اول ما البرولونج كيو تي اروح راشق الحاجات دي على طول. طبعا انت طلبت اي سي جي ده طبيعي، التي اس اتش لان الهايبوثايرويد واحده من الريسك فاكتور بتاع برونج كيو تي، الهايبوكاليميا، الهايبوكالسيميا، الهايبوماجنيزيميا بتروح دور بوتاسيوم كالسيوم ماجنيزيوم، والليفر فانكشن كل الليفر ديزيز. فاذا المفهوم هنا اتغير، لازم نفهمه ان هو عباره عن مالتيبل ريسك فاكتور مش الدواء النفسي بس. يعني انا هفترض اكتر مثلا، خلينا نشوف مثلا في التقسيمه بتاعت الايزي سيرت اكتر حاجات كارديو توكسيك عندنا ايه. مثلا اكتر حاجات كارديو توكسيك مثلا عندنا في الانتي سايكوتيك هالوبريدول مثلا، وفي الانتي ديبريسن مثلا سايتالوبرام والسايتالوبرام. هنفترض ان المريض ده انا مديله هالوبريدول بجرعه عاليه وبدا بيحصل له كيو تي برولونجيشن، بس المريض ده ما عندوش مشكله ثانيه، ولا هو كاردياك
ولا هو هايبوثايرويد ولا عنده الكترولايت امبالانس ولا عنده ليفر، خلاص هتابع ما عنديش مشكله، هتابع الكيو تي ديت وهعمل اي سي جي بالفريكوانسي اللي هقول لكم عليها كمان شويه. لكن ما تجيش على واحد ليفر وهايبوثايرويد ودي هايدريتد ولا محجوش في الاي سي يو ولا مثلا عنده هايبومغنيزيميا هايبوكالسيميا هايبوكاليميا، وانت تروح مشبط له هالوبريدول والبرولونجد كيو تي تطول ومع التنين هي هتطول، ده بكره الصبح هيحصل له تورسات دو بوينت، مش هتحصل في ساعتها، غالبا في تاني يوم، يعني غالبا في تاني يوم. هل في سكيلز تساعدك على الموضوع ده؟ في، بس انا مش عايز ادخلكم في تفاصيل. لو دخلتوا على الموقع بتاع كريديبل ميدز ده عندهم تول تانية اسمها ميد سيفتي تشيك، تدخل الادويه بتاعت كل مريض يحسب لك التي دي بي هتجي لك امتى، يقول لك بكره الصبح المريض ده هيجي له تورسات دو بوينت بنسبه 40% بعد اللي انت عملته ده، لان هو التورسات دو بوينت مش بتيجي على طول في ظهر الكيو تي برولونجيشن. نرجع تاني عشان الناس ما تتلخبطش، ادي التورسات دو بوينت هو رعبك ده الفنتريكولار تك اريزم، انت مش خايف من دي، انت مش خايف من البرولونجد كيو تي. البرولونجد كيو تي دي لو جت في واحد يانج هيلثي وما عندوش اي مشكله عادي وهنتصرف فيها نتعامل، لكن جت في واحد عنده مشاكل تانيه استحمل بقى اللي هيحصل. وعشان كده الكريديبل ميدز او الايزي سيرت بتقسم الادويه لثلاثه كاتيجوريز زي ما انا هنشوف هنا. بص هنا في عندنا حاجات نون ريسك وفي عندنا حاجات كونديشنال ريسك وفي عندنا حاجات بوسيبل ريسك. في عندنا حاجات نون ريسك يعني هي لوحدها بدون اي مشكله صحيه عند المريض هتسبب برولونجد كيو تي برولونجيشن وبالتالي تعرض المريض لخطوره التورسات دو بوينت، اهمها الهالوبريدول سولبرايد سايتالو السايتالوبرام الاثنين، عشان شركات الادويه طبعا بتحارب ان السايتالوبرام يا عيني هو اللي وحش والكارديو توكسيك فوق ال 40 مللي والكلام ده على الاف دي. الكلام ده غير صحيح، الكلام في مراجع الفارماكوفيجيلانس الكبيره زي ميلر والبريسكرير ان الجرعات من اول 10 سايتالو من اول 5 السايتالو الاثنين كارديو توكسيك، والايزي سيرت حطاهم الاثنين نون ريسك اوف prolonged QT non risk، يعني دول اللي هم الكارديو توكسيك. تمام، طبعا في غيرهم كتير بس انا كاتب ده الاختصار. بعد كده يجي الكونديشنال ريسك. كونديشنال ريسك يعني لازم يكون عندك شروط اخرى وظروف صحيه اخرى تضاف لهذه الادويه عشان تحصل المشكله دي. اغلب الادويه النفسيه، يعني اغلب الادويه النفسيه واقعه تحت الكونديشنال ريسك. خد عندك بقى اولانزابين كتابين ريسبيدون مثلا فلوكستين باروكستين سيرترالين اميتريبتيلين كلوميبرامين، كل دي كونديشنال ريسك. لازم المريض يكون عنده مشكله، انت رايح على مريض هايبوثايرويد واديته مثلا سيرترالين وهو اصلا ليفر وهو مش عارف دلوقتي في الاي سي يو عشان نمونيا، فتاني يوم حصل دورسات بوانت بسبب الحبايه بتاعتك السيرترالين، ففي كونديشنال ريسك. تمام، يبقى هي مش لوحدها، اللي فوق دول كارد توكسيك، اللي تحت كارد توكسيك ناقصين شرطه، لازم حد يجي يقعد معاهم. بعد كده يجي البوسيبل ريسك اللي هو محتمل، اللي هم ما بيعملوش كيوتي برولونجيشن، وحتى لو في مشاكل طبيه ما بيعملوش كيوتي برولونجيشن، بس احنا كاتبينهم عشان نبقى عينينا عليهم. اهمهم الاريبيبرازور والكلوزابين الميبرامين ميرتازابين. وارجعوا الليسته تشوفوا حاجات ثانيه. وعشان كده احنا ليه بنحب الاريبيبرازول في الاي سي يو لما يكون داخل على مريض اجيتيتد وكاردياك؟ عشان كده. لكن طبعا لو هو على مونيتور وكده واضطرينا ندي جرعه واحده هالوبريدول ما يجراش حاجه، اضطرينا جرعه واحده ريسبريدول ما يجراش حاجه، ما هو الدكاتره جوه قاعدين وبسم الله ما شاء الله لو ظهرت تورسات دو بوانت هيتعاملوا معاها في ثواني، يعني هو ما بيموتش تورسات دو بوانت غير لو واحد بره المستشفى او في مستشفى زي طبعا قسم الطب النفسي اللي هو بيعرف يشوف اي حاجه. تمام؟ فهنا بقى يجي السؤال عشان الدكتوره اللي كانت بتسال، طب هنطلب رسم القلب امتى؟ مفيش جايد لاينز للكلام ده، بس ده تفقها بنحاول نفكر ازاي نطلب الجايد لاين الاي سي جي. اول واحده في النايس عندنا في الجايد لاينز تقول لك الام بيشنت. النايس جايد لاينز بتقول لك اي مريض نفسي هتدخله وش لازم تعمل له اي سي جي، لان هو معروف هياخد ادويه كلها يا اما كونديشنال ريسك يا اما نون ريسك. تمام؟ فلازم يكون عندك واحد بيز لاين، لازم يكون عندك واحد في الانبيشنت في الاول، وكاتب عندك الكيو تي بتاعت الراجل ده او الست دي عند الدخول كانت كذا عشان ابتدي انا بعد كده اشوف هحسب عليها. الكلام اللي جاي ده كله كلام الدكتور ماجو في السيمبل اند براكتيكال، ده مش كلام انا. اللي فوق ديت هي النايس انا اللي جايبها، لكن اللي تحت ده بقى مش كلامي عشان المرجع انا ما لحقتش اكتبه. الدكتور ماجو بيقول لك بعد 5 هاف لايفز من اي دواء.
انتوا عارفين 5 هاف لايف من اي دواء الاستيدي ستيت. فمثلا الدواء لو الاستيدي لو الهاف لايف بتاعته 20 ساعه مثلا ولا 30 ساعه، فالهاف لايف بتاعته بعد اسبوع تقريبا او بعد مثلا من 5 ل 6 ايام. فاذا النهارده انت بادئ ادويه جديده لواحد دراج نايف، فانت هتطلب النهارده البيز لاين بتاعك وعلى حسب الهاف لايفز من الادويه الكارديو توكسيك بعد 5 هاف لايف لما الدواء يبقى ستيدي، تروح انت طالب ECG عشان تعرف ده كارديوتوك حصل كارديوتوكسيستي ولا لا. لقيت زاد 10 يبقى انت كارديوتوكسيك، وتطلب الورك اب اللي انا كتبته من شويه، تروح طالب دول تاني. طب انت ما كنتش طلبتهم طبعا، لكن لو انت كنت طالب التي اس اتش هيتبقى لك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والليفر فانكشن بتتعمل روتين ساعه الدخول. غالبا اللعب بيبقى في دول، او تتاكد ان ما حصلوش مشكله تانية. طيب الحاجه الثانيه، من ساعه لساعتين بعد البيك بتاعت اي دواء لو انت عامل انجكشن دلوقتي، يعني انا داخل مريض مثلا في اكيوت اجيتيشن او كاتاتونيا او عندي في الطوارئ، وانا فقعته الادويه المدينه كالعاده كلنا، ورحت فقعه تمام ومربطه ومدخله القسم، في خلال ساعه ساعتين لازم اطلب اي سي جي لان انا خايف من الكاردوكسيستي من الحاجات اللي انا عملتها بالذات الهالوبرتو، يبقى مش في ساعتها على طول. طيب بعد الدوز انكريز بتتابع مريض ويقولك في العياده او في القسم وزودت الجرعه، مش هتستنى بقى 5 هاف لايف لان الدواء ستيدي، الدواء بقى ستيدي. ستيدي يعني معناه اللي داخل زي اللي خارج، خلاص بقى ستيدي في الجسم. فانت الدواء لما يبقى ستيدي بعد 5 هاف لايف، هو مثلا ماشي نفترض مثلا على 10 مثلا اريبيبرازول، وانت خليتها 15، فخلاص ال 15 دي لازم تتفحص دلوقتي تشوف عامله مشكله ولا لا. فلا بعد تزود الجرعه تطلب اي سي جي. الحاجه الثانيه، لو ظهر نيو ريسك او نيو سيمتوم، نيو ريسك فاكتور زي الليفر ديزيز، زي الهارت ديزيز، زي الكيدني ديزيز، زي مثلا انفكشن، عنده اي مشكله جديده، المريض بتاعك اتحجز في قسم بطنه في قسم اي سي يو، ساعتها لازم تطلب اي سي جي. او نيو سيمتوم بقى عنده بالبيتيشن، بقى عنده ديزينس، بقى بيقع على الارض مثلا اورفيتاتيك هايبوتنشن، بتطلب اي سي جي مع الاي في هالوبريدول ديلي اي سي جي. طبعا هتقول لي الهالوبريدول بتاعته اي في، في كل الجايد لاينز بتاعته اي في، الليبل بتاعه اي ام، لكن في الجايد لاينز بيتعطى اي في عادي، في الجايد لاينز بتاعت السكيزوفرينيا بتاعت الديليريوم بتاعت الاجيتيشن مفيش مشكله تدي الهالوبريدول اي في، بس يكون عندك جود مونيتورنج وتعمل ديلي، تعمل ديلي اي سي جي. انا كان بس عندي استفسار يا دكتور احمد بخصوص الاي في، هل يعني موتسلي كاتب ان المفروض يكون في اي سي يونت او يعني المونيتورنج زي ما انت بتقول عشان صحيح او حصل... في الطوارئ صح. انا على نفسي ما بعملش غير كده بالظبط. انت مثلا يعني مثلا ممكن يكون حد شغال في مستشفى جنرال فيقدر يعمله كده في الطوارئ مفيش مشكله، لكن اعتقد انا والله خالد الموقف الوحيد اللي بحتاج فيه الاي في هالوبريدول لما المريض يعني ما بيهداش معايا بسرعه على البنزودازيبين، يعني انا لما اكون في الطوارئ وعايز انام حد انا ما احتاجتش غير مره واحده، وكان هو عشان واحد مدمن واديله بنزو يهدى ما بيهداش، الاي ام ما بيهداش، معروف الهالوبريدول اي في بيشتغل اسرع. فبعد 30 هالوبريدول وبعد 40 دازيبام والمريض نو ريسبونس وكان سيفيرلي اجيتيتد، رحت مديله 5 اي في في الطوارئ، وطبعا كنت موصل مونيتور وكل حاجه، راح هدى على طول. بس طبعا انا ما كنتش خايف لان انا في الطوارئ ومعايا طوب الارض في الطوارئ والمونيتور جنبي ودكاتره الطوارئ، لكن ما اقدرش اعمل الحركه دي في قسم نفسيه زي ما انت بتقول ما اقدرش. بردك لازم الواحد فينا يكون عنده يعني ايه بردك يعني وعي بالمنطقه اللي هو شغال فيها، في حاجات اعرف اعملها في مستشفى ما اعرفش اعملها في المستشفى الثانيه، في حاجات اقدر اعملها في قسم ما اقدرش اعملها في قسم ثاني، فكويس اللي انت نبهتني. برضو في نقطة تانية برضو حابب بس أعلق عليها، إنه بخصوص الـ IM برضو هالبريدول، يعني لو نستنى للبيك مثلا زي ما أنت ذكرت 1 to 2 hours عشان يعني هو بيختلف عن الأورال الأبسوربشن بتاعه يعني تقريبا 10 times more يعني زي الأورال، فيعني إن الزملاء ما يعملوش ديشارج مثلا لو مريض هدى قدامي مثلا وأنا مثلا مدي معاه مثلا. دي حتة حلوة خالد، أنا ياما لبستها لأن أنا كنت يعني بالأول بشيل نبطشيات طوارئ وربنا يرزقني بدكتور حلو في العيادة، راح فاعل مريض هالوبريدول أو دازيبام وقول له روح. أصلاً ما ينفعش تعمل إنجكشن لأي مريض وتروحه، أنت بتعمل إنجكشن عشان تدخل أو جوه المستشفى، لكن إنجكشن وروح أروح أنا لابسها في الطوارئ بعدها بساعتين ثلاثة بقول في الستاتيك هايبوتنشن وبدليريوم وكونفيوجن، طب ليه كده؟ فأنت عشان الحتة أنت بتقولها دي مهمة، المريض اللي ياخد إنجكشن محتاج ملاحظة. بالظبط ماشي اتفضل يا دكتور. طيب فدي الاوقات اللي هنطلب فيها رسم قلب، ما هياش جايد لاين ما عدا بتاعه النايس، ولكن الباقي مبني على الكلينيكال جادجمنت بتاعك. بس انا تعليق برضو صغير، الفايف هاف لايفز برضو موجوده في الموتسري جايد لاينز، يعني هم كاتبينها كده كاتبينها افريج 1 ويك يعني افتر انيشيشن، ف
فده غالبا بتبقى فعلا اسبوع، لان احنا اغلب الادويه بتاعتنا خالد الهاف لايف بتاعتها ما بين 20 ساعه ل 30 ساعه، ما عدا الادويه قليله الادب اللي الهاف لايف صغيره زي البروكستين والفينلافاكسين، لكن اغلب الادويه بتاعتنا قاعده من 20 ل 30. وعشان كده كويس انت فتحت الحته دي، في دكاتره رايهم، ودكاتره كتير في العالم بالذات للدكاتره اللي شغالين في السجن او كده، لو انت شغال في حته كوركشنال، اللي انت تدي الادويه كلها مره واحده في اليوم. انت مش محتاج تقعد تدي مرتين وثلاثه مع ناس هيغلبوك وانت في خطوره عليك اللي انت تقابلهم او كده، لا تدي مره واحده، لان هي مساله اللي انت تحافظ على الليفل بتاع الدواء طول الوقت في الدم. هي الفكره دي جت لنا اصلا من دكاتره النيورو والابيليبسي عشان ما يحصلوش بريك ثرو سيجر. فالفكره دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا، اصل هو مش هيحصل له بريك ثرو سايكوزس ولا بريك ثرو ديبريشن. يعني هو حتى الليفل لو وقع في الدم مره في اليوم ولا مرتين مش هيحصل له حاجه، اللهم الا عيان بقى سيفير انكزايتي ونيوروتيك، واللي هو الليفل لما بيقع بيروح داخل بقى في بانيك اتاك، ساعتها دي وزنتك وتوزنها. لكن في دكاتره رايها ان اغلب ادويه النفسيه تتعطى مره واحده في اليوم، سواء الصبح او بالليل حسب ما انت تختار طبعا مع العيان بتاعك وحسب الريسبونس، لان احنا الهاف لايف بتاعتنا مريحانا شويه، ما عندناش المشاكل بتاعت الهاف لايف في التخصصات التانية. فكويس ان انت نبهتني لدي. نعم تفضل. طيب. ماشي، يبقى ده الاي سي جي. نيجي بقى اخر حاجه اللابز. طبعا اللابز دي سهله بقى، وادي الجايد لاينز. دي جايد لاينز، اهميه الجايد لاينز اللي انت بتتحاسب عليها في الحتت اللي فيها محاسبه للدكاتره، زي المناطق اللي فيها ديفنسيف ميديسين زي هنا في السعوديه او بره او كده. دي جايد لاين مشتركه من الاي دي اي والاي بي اي، كانت طالعه من زمان حوالي 2006 او 2008، اللي هي امريكان دايابيتيك اسوسيشن والامريكان سايكاتريك اسوسيشن، الاثنين اشتركوا قالوا ان حد بياخد سكند جينيريشن ان سايكوتيك مشيه على الجايد لاينز ديت، فبالتالي اللي بيخالفها او لو حصل مشكله تخالفها سهل يتحاسب في اي حته. فدي اهميه ده بالنسبه لي، ان طبعا في منطقه زي السعوديه هنا لو حد راح اشتكى الدكتور ده جاب لي سكر ولا جاب لي بتاع، هيروحوا جايبين الجايد لاينز ويقولوا له انت كنت بتعمل له، كنت بتقيس له مثلا السكر بتاعه، استهوله في الاول واستهوله بعد كده كوارترلي، يعني كل 3 شهور وبعد كده كل سنه اهو. فماشي، ادي شايفين الميديكال هيستوري اللي انا كنت بتكلم عنه بيتاخد مره في السنه، وكاتبين تحت الفاميلي دي فيها جايد لاينز، وحاطين فيها الاوبيزيتي والهايبرتنشن، البي ام اي تمام كل 4 اسابيع، بعد كده عند الاسبوع الثامن، وبعد كده كل 3 شهور، وبعد كده في السنه. بس الموتس جايد لاينز مفرق الكلوزابين والاولانزابين عن بقيه الادويه، بيقول لك كل اسبوع. وخليكوا فاكرين الحته اللي قلتها لكم، اللي انت تهتم باول شهر او شهرين لو حصل زياده 5% تدخل، وهنقول نتدخل ازاي. عدى الشهرين غالبا التدخل بتاعك مش مفيد. الويستر كونفرنس في الاول 3 شهور سنه. البلاد بريشر طبعا احنا ده فايتال ساينز بنقيسه كل زياره، بس يعني الراجل ده بيقول لك الجايد لاينز كل 3 شهور وسنه. نفس القصه في الدهون والسكر. فدي عشان جايد لاينز تتعرف يا رجاله ماشي او يا شباب. طيب طبعا سيبنا موضوع النسي ده بعدين نتكلم فيه. طيب في لابس ثانيه، ودي اخر سلايد بقى معايا، خليكم فاكرين بس الرسمه اللي انا كنت عاملها في الاول، اللي انا بقول عندي حاجات في ريستر اكزامينشن، عندي اي سي جي، عندي لابس، عندي ريفيرال. فنيجي لحاجات اللابس الثانيه اللي ممكن تكون مهمه، السي بي سي. وهنا هيبقى مهم في السلايد ديت نعرف كل تحليل بيتعاد تاني امتى عشان يفرق، لان انا بصراحه لاحظتها ولاحظتها في ناس كبار وناس اساتذه، يبقى مش عارف التحليل بيتعاد تاني امتى. يعني مثلا السي بي سي بتتغير باليوم، هي والسي كي بيتغيروا كل يوم، فما ينفعش واحد يقول لي يطلب السي كي كل 3 ايام. انا مره سمعت حد بيقول لي كده، ولا كل 4 ايام، بناء على ايه؟ ده بيتغير في اليوم ممكن مرتين، ده ويست برودكت، يعني ممكن تطلبه الصبح وبالليل عشان تشوف المريض بيحصل فيه ايه. في السي كي انتوا عارفين بيعلى مع الانسايكوتيك، سواء المريض دخل في ريجيديتي او ما دخلش، او في نيورولبتيك او ما دخلش، بيعلى وبيعلى وبيعلى الارقام اكسبتابل، لكن طبعا لما بيعلى فوق 2000 وكده بنشك في النيورولبتيك. فالسي كي لما يكون عندك فيه كونسير بتطلبه كل يوم، تطلب ديلي سي كي للمريض. والسي كي من الحاجات اللي يهمك الترند، نفس القصه في الوايت بلاد سيل، يهمك الترند. يعني انا مثلا قست دلوقتي المريضه مره وطلعت 2500 وايت بلاد سيل، الرقم ده مش مهم لوحده، اللوكوبينيا والفرق بين اللوكوبينيا والنيوتروبينيا. اللوكوبينيا اللي هو كل الوايت بلاد سيل كلهم، النيوتروبينيا النيوتروفيلز بس، تمام؟ فعشان كده احنا بنستخدم كلمه نيوترو لوكوبينيا اللي هي تشمل كلهم، سواء نيوتروفيلز او الليمفوسايتس او الاجرانيولوسايتس او كلهم. فهنا هي ديت لوكوبينيا، رحت تاني يوم قايس لقيتها 3000، خلاص الترند عندي انا ما عنديش مشكله، دي مش بترجع لورا،
دي مش بترجع لورا، الترند عندي ثابت او ستيبل او ده وذين افريج او دي حاجه اثنيك او ده الطبيعي بتاعها. في ناس كرونيك ليكوبينيا عندهم كده طول عمرهم، لكن لو انا تاني يوم قست لقيت ال 2500 لقيتها 1500 تبقى هي بتنزل. نفس القصه في السي كي، انا دخلت لك مريض وانا فقعته في الطوارئ دي بهالوبريدول وادويه وريجيم مش عارف ايه، دخلت انت لقيته 2000، رحت انت تاني يوم قست لقيتها 1500، خلاص يبقى بيرجع لورا. فالترند هو المهم، تمام؟ مش الرقم، يعني الرقم لوحده مش مهم. فمثلا الوايت بلاد سيل والسي كي بيتقاسوا ديلي، لكن التي اس اتش ما بيتغيرش غير كل 6 اسابيع، فما ينفعش مثلا تقيسه كل شهر. البرولاكتين مثلا بيتغير في الاسبوع، فانت ما عندك مشكله في البرولاكتين هتطلبه الاسبوع الجاي، وهنعرف نطلبه ازاي دلوقتي اقول لكم. فخلينا بس ركز في التحاليل ديت، خليك معايا يا دكتور خالد، امتى بنطلب التحاليل دي؟ طبعا السي بي سي حبيب الكل، ده بيتطلب في حاجات كتيره، اهمها طبعا الكلوزابين والكربامازيبين عشان موضوع الاجرانيولوسايتوز. والاجرانيولوسايتوزز خليني اقول لكم بالبلدي، هي عباره عن سيمتوماتيك لوكوبينيا، مش لوكوبينيا عاديه. يعني لوكوبينيا بقت سيمتوماتيك، لوكوبينيا بقى معاها ريبيتد انفكشن، وبقى معاها يورينري انفكشن، وبقى معاها ثورس روت، وبقى معاها ريش. بره انتوا شفتوا موضوع الاي ان سي ده، وفي الليبل بيركزوا بس على حاجه اسمها ابسولوت نيوتروفيليك كاونت، وده للاسف اغلب المعامل في مصر عندنا وهنا في السعوديه ما بتحسوش، ده لازم انت تحسبه، وحسبته سهله موجوده على التطبيقات. خش شوف ازاي تحسب الاي ان سي، بتدخل حاجه البانز كده والرقم بتاع الواد بلاد سيل وتعرف. ما عرفتش خليك ماشي على الرقم بتاع الواد بلاد سيل. الرقم بتاع الواد بلاد سيل ده مهم، ولكن الاهم منه اللي انت تشوف السيمتومز مع المريض، هل معاه ساينز اوف انفكشن سواء في الثروت او اليورين او كده. هل في حاجه ثانيه خالد بنحتاج فيها السي بي سي؟ دلوقتي يعني ده المهم، يعني ده المهمه. ممكن برضك عشان البليتلتس، والبليتلتس ساعات بنشوفها بتنزل شويه مع بعض الادويه زي الفالبرويد وزي الميرتازابين، شفتها يعني مرتين ثلاثه كده. الليفر هي بس هي بس بتطلب كبيز لاين برضو يعني، وهي اوريدي من الروتين يعني، فمش صحيح. عشان بس صحيح. الليفر والرينال طبعا دول اكل العيش بتاعنا لازم نبقى عارفينهم. والليفر الليفر انزيمز من الحاجات اللي بتتغير ديلي برضك، انا يمكن نستكتبها بس دي من الحاجات اللي بتتغير ديلي. لما يكون عندك ليفر انجري هتطلب ليفر انزيمز ديلي عشان نشوف الانجري بتاعك رايح يمين ولا رايح شمال، تمام؟ طبعا الليفر هيبقى مهم في حته زي الفالبرويت، مهم جدا، تمام؟ وهيبقى مهم فين تاني؟ الالكحوليكس، الناس الالكحوليك اللي داخلين برضو طبعا الادمان، وطبعا في موضوع الكيو تي برولونجيشن. لو لقيت الكيو تي برولونجد واحده من الورك اب اللي انا كنت كاتبه اهو، اول ما تشوف الكيو تي برولونجد تخبط الاربعه دول، تي اس اتش، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ليفر فانكشن. برضو احد الحاجات اللي في احنا بس عشان منطقه مثلا المنطقه اللي انا فيها الناس السيكلر، احنا منطقه انديميك يعني في الجزء ده يعني، يعني في ناس كتيره سيكلر، الليفر فانكشنز دول بيكونوا يعني من الحاجات برضو اللي يعني اللي بتبقى بتخلينا بالنا الناس اللي جايه في يعني في سيكلر كرايسيس. ايوه طبعا. ولا لا، فبيكون كمان حتى البيليروبين والليفر انزيمز بتبقى عاليه، فما بنسال في الهيستوري بناخد بالنا، بيكون يعني حاجه مطمئنه لينا انه البيشنت كان في يعني ان هو اصلا كان في كرايسيس، وهتلاقي ان هو اوريدي كان جاي لك من طوارئ. صح، بيقول لنا كتير، بيقول لنا وبيصعب يغلبونا في موضوع اللي كتير منهم بياخدوا ترامادول. وانت عارف يا خالد مشكله الترامادول مع الادويه بتاعتنا، الترامادول ده عدونا في حاجات كتير. اولا الترامادول الادويه بتعمل كيو تي برولونجيشن، ادي واحده. صح، يعني الترامادول نون زي الهرب. ثانيا موضوع السيروتونيرجيك سندروم، هو سيروتونيرجيك، فانا ببقى محتاج، انا عن نفسي بكتب لهم افويد او لور داون ترامادول از بوسيبل، لان انا بعدي ادويه بتتفاعل معاه. والسيجرز في الانتوكسيكيشن والوزدرولز بتاعه يعني برضه نفس. طبعا، بس مشكله المرضى دول بيحبوا قوي الترامادول، المرضى السيكل سيل. صحيح. وفي مورفين بقى كمان يعني. انا بروح ارد على الحاجات دي وبشوفها. طيب بعد كده الرينال، طبعا الرينال هتبقى اهميته طبعا في الليثيوم، والليثيوم طبعا الليثيوم والكلوزابين ليهم تحاليل لوحدهم، مش هينفع نتكلم فيها المره دي عايزه قعده، تمام؟ البرولاكتين، وما ادراك ما البرولاكتين؟ البرولاكتين هايبربرولاكتيميا، هايبربرولاكتيميا في الستات يعني امينوريا، ويعني جالاكتوريا في الرجاله، جاينيكوماستيا و
وامبوتنس والجاينيكوماستيا لازم تاخدوا بالكم ازاي في الرجاله تتاكد منها. طبعا احسن تبعت لدكتور نساء، قصدي دكتور اسره، يفحص يتاكد دي جاينيكوماستيا ولا لا، لان هي بتكون التشو كله بيتحرك فوق المصل. تمام. وفي حاجه بتحصل في الادوليسنت اسمها بيوبرتال جاينيكوماستيا، ودي ممكن تلخبطنا مع الدراج انديوسد جاينيكوماستيا، فدي تاكد منها، لان اللي بتحصل مع البيوبرتي دي بالذات في الرجاله بتروح في خلال 6 شهور لسنه. الجاينيكوماستيا من الحاجات عامله زي الويت جين اللي هي الايرلي ديتكشن بتاعها يبقى ريفرسبل، لو اتاخرت خلاص راحت عليه ويفضل فيه طول العمر حتى لو وقفت الدواء. طب قد ايه؟ سنه. يعني في الويت جين شهرين لثلاثه، في الجاينيكوماستيا سنه. يعني الجاينيكوماستيا اللي احنا عملناها للمريض السكيزوفرينيا لو اتاخرت عن سنه في اكتشافها والتعامل معها هتفضل ثابته مع طول العمر حتى لو وقفت الدواء. تمام. البرولاكتين من التحاليل الطلب صايم بعد ما يصحى بساعتين وقبل ما يفطر، وما يكونش عمل اي تمارين رياضيه، لان التمارين الرياضيه بتعلي البرولاكتين، والاكل بيعلي البرولاكتين، والسيكشوال اكتيفيتي بيعلي البرولاكتين، فلازم يكون مش واكل وساعتين بعد ما يصحى، ساعتين بعد ما يصحى يكون بعيد عن النوم، لان اي ريلاكسيشن اكتيفيتي بتزود البرولاكتين. تمام. طيب البرولاكتين من الحاجات اللي تتغير في الاسبوع. لو انت لقيت البرولاكتين عالي، في كلمه كان بيقولها الدكتور طارق اسعد زمان الله يرحمه، ودي كلمه مهمه ولقيناها بعد كده موجوده في كتب كتير، ان اي برولاكتين فوق ال 100 نانو جرام، انت عارفين البرولاكتين في مصر وفي اغلب الدول بيقاس بالنانو جرام، بيبقى اراوند 20، وطبعا في الستات بيبقى اكبر شويه، يعني في الستات بيبقى لغايه 25، وطبعا الهايبر برولاكتيميا بالبلدي فوق ال 30. هنا في السعوديه بتتقاس بالام اي يو اللي هو الملي مش عارف انترناشونال يونت، ولها تحويله كده، المهم مش موضوعنا. بس البرولاكتين لو لقيته فوق ال 100، وده كان كلام الدكتور طارق اسعد الله يرحمه موجود في كتب كتير، لازم تشك في تيتر ادينوما وتبعته يعمل رنين، او تبعته يقيم عند دكتور نيورو او دكتور اندوكراين. الادويه بتاعتنا ما تعديش ال 100، الادويه بتاعتنا ما تعملش هايبر برولاكتيميا فوق ال 100، احنا بنلعب من ال 30 لل 100. طيب انت لو لقيت هايبوبلاكتينيميا وتعاملت معاه باي اجراء انت هتتخذه، بتقلل الجرعه، اديت اريبيبرازول، اديت مش عارف كوتابين، ولا عملت ايه، هتقيس بعد اسبوع عشان تتاكد ان الاجراء اللي انت عملته ده اختلف ولا لا. ما تقيس اقل من اسبوع، البرولاكتين بيختلف بالاسبوع. تمام. والهايبوبلاكتينيميا بصراحه من المشاكل العنيفه اللي بتقابلني، وساعات بحتاج دكاتره نسا معايا، لان عندنا في المستشفى بيمنعونا ان احنا نكتب الكاربيجورين والادويه اللي هي زي الدوسنوكس والادويه دي، بيخلوها عند دكاتره النساء بس. في مصر طبعا كنت ممكن تكتبها مره في الاسبوع او كده، يعني اللي بيعرف يكتبها، اللي هي ادويه الدوبامين اجونست. وطبعا ادويه الدوبامين اجونست ما بتزودش السايكوزس زي ما بعض الكتب الاكاديميك بتقول، لكن في الكلينيكال بوبيوليشن وفي الاوبزرفيشنال ستاديز ما بتزودش السايكوزس. التي اس اتش بقى ده طبعا حوار كبير يعني مش هنعرف نتكلم فيه النهارده كله، بس التي اس اتش هو السكريننج بتاع الثايرويد فانكشن، ولو حبيت تكرره لاي سبب مش قبل 6 اسابيع. والتي اس اتش هو السكريننج، التي 3 والتي 4 مش سكريننج. التي اس اتش هو السكريننج، لو لقيته عالي هتحتاج التي 4 الفري تي 4، لو لقيته واطي هتحتاج التي 3 والتي 4، وده هيبقى بقى كلام بالتفصيل وكلام محتاج مش هنقدر نقوله دلوقتي. بس التي اس اتش هو سكرين مهم بالذات مع الليثيوم، وانتوا عارفين الليثيوم بيعمل هايبوثايرويد. وخلينا افكركم ان التي اس اتش من الورك اب بتاع الكيو تي برولونجيشن، اول ما تشوف كيو تي برولونج تطلب تي اس اتش. وفي حته انا كاتبها فوق وعلق عليها دلوقتي، ولما تطلب الورك اب بتاع البرولاكتين لازم تحط معاه التي اس اتش والرينال فانكشن، لان لو هتلاحظوا كل مرضى الرينال داليسيس عندهم جاينيكوماستيا. انا لما كنت في التكليف كنت في وحده صحيه في الصحراء وكان عندي عربيه اسعاف، فكنت مطالب ان انا كل اسبوع اخد الاطفال اللي بيعملوا غسيل كلى في القريه واروح بيهم المستشفى العام في مطروح واوديهم. انا فاكر فعلا الاطفال دول وكانوا سن صغير كلهم كان عندهم جاينيكوماستيا. فالناس اللي عندهم رينال بروبلمز بيجي لهم جاينيكوماستيا، والناس اللي عندهم هايبوثايرويديز بيجي لهم جاينيكوماستيا. فلما بتطلب البرولاكت، لما عندك هايبر برولاكتينيا لازم تطلب معاه تي اس اتش ورينال فانكشن الاثنين. تمام. عشان تتاكد المشكله اللي انت فيها ديت، يعني مثلا الامينوريا ديت من الهايبوثايرويديزم ولا من رينال فانكشن، الجاينيكوماستيا دي من هايبوثايرويديزم ولا من رينال فانكشن، فالثلاث تحاليل دول بيتعاملوا مع بعض. والتي اس اتش من التحاليل بتاعه البرولونج كيو تي، اول ما تشوف برولونج كيو تي تطلب صوديوم، تطلب بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، وتي اس اتش
وليفر فانكشن السي كي دي. ده يعني الكلام اللي النهارده اللي انا كنت عايز اقوله. فخلينا اجيب على السلايد الاساسيه اللي هي ديت دي. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان احنا بنتابع المرضى اللي ماشيين على الادويه اللي بنقدم لهم هيلث كير عن طريق الاربع مناطق دول، وبناء عليها بعرف احول فين. يعني مثلا في الريفيرر انا في حته يمكن ما اتكلمش عنها، موضوع الاي او بي الانترا اوكيولار بريشر. انا عندي اي ست بعد سن 50 سنه ماشيه على انتي ديبريسنت او اي دواء سيرتونرجيك ببعتها تعمل لي الانترا اوكيولار بريشر مره في السنه عشان اتاكد ان ما عندهاش جلوكوما، لان الانتي ديبريسنت مع الجلوكوما، الانتي ديبريسنت بتعمل جلوكوما في السن ده كتير، بالذات في الستات اكتر من الرجاله، وبالذات لو عندهم فاميلي هيستوري. فدي مهمه عشان يمكن انا ما كتبتهاش. الباقيين بقى بحولهم فاميلي ميديسين او انترنال ميديسين، وساعات نيورو مش كتير لما احول نيورو. ومره حولت نسا، واحده كانت ريزيستنت هايبربلاكتينيميا، يعني قللت لها كل الادويه لدرجه نزلتها ل 5 مللي اريبيبرازول، وبرضك هايبربلاكتينيميا وامينوريا، فبعتها بقى الدكتور في الناس تعمل معاها. ودي اللابس، وده الاي سي جي، وده الاس اكزاميشن. كده انا خلصت. فنبتدي بقى نتكلم يا دكتور خالد. تمام. كان بس في يعني نقطة أتمنى توضحها، إمتى نعمل ريفيرال في الـ QTC؟ لأنه يعني وقت ما يزيد عن الـ upper limit ولا لما يزيد عن الـ 10%، يعني إمتى أريفير to a family medicine or cardiologist لو الـ QTC؟ والله يا خالد ده هيبقى سؤال صعب، لأنه حسب المريض. لأن أنا مثلا نشوف كذا سيناريو ونفكر، لو أنا المريض ده هيلثي ما عندوش مشاكل صحيه، يونج ادلت ما عندوش مشاكل صحيه، ما فيش فاميلي هيستوري، وانا متاكد ان ال10 مللي سكند دول انا اللي عملتهم، فانا هرجع لورا واصلح نفسي واتصرف. لكن المريض ده عنده ريسك فاكتورز ثانيه، وخد بالك انا هبقى متاكد من عن طريق البيز لاين، اللي هو البيز لاين ما كانش عنده مشكله. يعني انا البيز لاين تمام، الهيستوري بتاعي تمام، فاميلي هيستوري تمام، وانا اديته مثلا اولانزابين والانزابين رفعها له فوق ال10، خلاص هرجع انا اتصرف اشوف هعمل ايه واشوف. لكن انا عارف المريض البيز لاين ده مش مظبوط، او عنده فاميلي هيستوري لكاردياك إلنس في شباب صغيرين، او هو اصلا عنده ميديكال إلنس، عنده مثلا كاردياك او ليفر او كيدني او مثلا ايبيليبسي او انفكشن، ساعتها هحاول طبعا، لان هبقى محتاج حد يساعدني. مش هتعرف انت تتصرف لوحدك، لان انت ما تظبط الجرعه بتاعتك وتتحسن الكيو تي، ما انت عايز خمسه هاف لايف العكس، فبتتكلم في اسبوع. فانت برولونجد كيو تي، البرولونجد كيو تي غالبا بتجيب التورسد بوينت في خلال يومين ثلاثة، في خلال يوم أو يومين، يعني مش في ساعتها، يعني بكرة أو بعد هيحصل له تورسد بوينت، فأنا مش هستنى. فأنا غالبا هطلب مساعدة حد كارديولوجي أو بطنة أو كده، لو أنا عندي فاميلي هيستوري، لو البيز لاين عندي ما كانش تمام، لو عندي ميديكال إلنس. أنا معاك في دي. فأشوف أنت برضك تفكر فيها معايا إزاي، لأن هي ما فيهاش جايد لاينز قوي. تمام. دكتور محمد كان بيقول ان هم عايزين المحاضرات دي تكون على اليوتيوب، مش عارف رايك ايه. هي متسجله، نعملها اون ديماند وهتوصل لكم كلكم بعد ما نخلصها. احنا عملناها اون ديماند، اللي هي بعد ما نخلص الزوم بيبعتها لكل الناس. وهي كل مره يا دكتور خالد احنا رفعناها صح؟ لا المحاضرات كلها مرفوعه، انا بعت لو حد عايز يرفع ايده يتكلم برضك يشاركنا نسمع صوته يا ريت. احنا بعد العيد ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين يعني. تمام. دكتور محمد بيسال عن best antidepressant with patient has history of hyperprolactinemia. والله هو اصلا يعني مش معروف ان الانتيديبريسنت بتعلي البرولاكتين كتير. يعني انا مش حاضرني مين بيعلي البرولاكتين في الانتيديبريسنت. ممكن مثلا باروكستين قريتها عنه مره، ممكن مثلا فلوكستين، ما اعرفش حاجه تانية. تعرف انتيديبريسنت بتعلي البرولاكتين خالد؟ والله هي الحاجات التراي سايكليك بتبقى يعني اقوى شويه في ان هي تعلي البرولاكتين، بس كلها في يعني في حاجات مايلد يعني مش ما فعلا انا ما شفتهاش. انا قريتها على الباروكستين قبل كده وقريتها على الفلوكستين، يعني مش حاجات يعني مش زي الانسايكوتكس. ممكن مع الاس اس ار ايز عايزه تحصل، بس مش اللي هو يعني هي مش ترند يعني او مش كومون يعني. صراحه انا مش هبقى خايف قوي من الانتي ديبريسنت مع عيان بياخد هايبربلاكتينيا وانتي ديبريسنت، مش هبقى خايف من حاجه. تمام. في دكتور بيسال ممكن لينك الفيديوهات، احنا قلنا ان هي كانت موجوده على لا موجوده ما عدا اول حلقه اللي ما سجلناهاش بالظبط جروب العباسي. دكتور باسم بيقول any contraindications of mirtazapine in blood disorders، مش عارف هو يقصد ايه بقى بالblood disorders.
لا هو في كانت حاجه موصوفه مع كل الانتي ديبريسنت اسمها دريس، اللي هو بيحصل دراج ابشن مع ايزينوفيليا، ودي مكتوبه دريس، مكتوبه مع المرتازابين، والايزينوفيليا بتاعته مكتوبه، بس بصراحه ما بنشوفهاش كتير، انا عمري ما شفتها، لان هو الدراج ابشن حاجه والدريس حاجه تانية. دريس هي عباره عن دراج ابشن مع ايزينوفيليا، تمام، وهي الليبل، هو الليبل فعلا بتاع المرتازابين معليها شويه، حتى لو فتحت الليكسي تلاقيه كاتب الايزينوفيليا دي معليها فوق شويه، فمش عارف يعني، انا بالبراكتس ما شفتهاش، لو حد شافها يقول لنا يعني. بس طبعا زي ما انت قلت يا خالد، ان احنا في الاول السي بي سي دي البيز لاين بتاعنا، ولو لاحظنا مثلا اي دراج رابشن ولا حاجه هنطلبها بصراحه، لان واحده من الورك اب بتاع الدراج رابشن اللي انا بطلب سي بي سي عشان ابص على الايزينوفيلز. دكتورة نهال بتسأل your experience in antidepressant induced urine retention. شفتها مع الفلوكستين، شفتها مع الديلوكستين، شفتها مع البروكستين، بصراحة بتبقى مشكلة وبالذات في السن الكبير، يعني ما بنعرفش نحلها غير لما يتشال الدواء، يعني ما عنديش، ما اعرفش فيها جايد لاينز، ما اعرفش حد قال حل معين لحلها، لازم يتشال الدواء، بس انا شفتها مع الادويه دي، اللي هي الادويه اللي ليها انتي ماسكارينيك، ليها انتي ماسكارينيك اكتيفيتي، ممكن تشاف وممكن لا. بس انا فعلا مره عيان عندي كان في مصر وكان بياخد الفلوكستين، كان راجل كبير في السن وكان تعبان منه جدا، وهي طبعا بيبقى داخل فيها برضه كونديشنز تانية، اللي هو اصلا السن ده بتاع البروستيت وكده، ما اظنش اللي هيبقى لها حل غير ان الدواء ده يتشال، وهيبقى فيها بيرسونال فاريشن بين المرضى. دكتور وليد شكرا جزيلا، هو كاتب تعليق كبير شوية يعني إضافات، حابب إن هي طب لو نخش نشوفها، هو فين؟ في أي حتة؟ في الـ questions and answers. فين بقى وليد؟ دكتور وليد، السلام عليكم، ازيك يا وليد، كل سنة وانت طيب. بيقول في الـ history examination في الـ review psychiatric diagnosis because of dynamic nature of some transmission. صح، ما انت هتراجع، صح، لأنه ممكن حد يشخص في أسرته بعد كده، بالذات لما يكون طبعا ما فيش ريسبونس على الأدوية، الفاميلي هيستوري في الثايرويد ماشي حلوة، بس هي طبعا ما حدش قالها، بس يعني ما انا هيبقى محتاج السؤال يا وليد، هل الثايرويد بروبلمز فيها حاجات جيناتيك؟ انا ما اعرفش، هما بيدونا الامراض اللي فيها حاجات جيناتيك زي الديابيتس وزي الجلوكوما، لكن انا ما ايوه سمعتش ان حد يبقى عنده هايبوثايرويد فاخوه يبقى عنده هايبوثايرويد، يعني طيب، مش عارف، لو انت عارفها ماشي جينيتيك تمام. طبعا، جينيتيك موجوده طبعا، خالد؟ جينيتيك طبعا. موجوده، طيب تمام. طب what about QTC prolongation in case of bundle branch block؟ بص، هو العلاقة بين الهارت بلوك عموما بأيا كان نوعه، سواء باندل برانش ولا موبيتس ولا الحاجات التانية دي، والكيو تي برولونجيشن، الكيو تي برولونجيشن هي ريسك فاكتور للهارت بلوك أيا كان نوعه، بس الهارت بلوك غالبا حاجات فوق اتريال، لكن الكيو تي برولونجيشن حاجات فنتريكل، وطبعا ناخد رأي حد فاهم فيها أحسن مني، بس الكيو تي برولونجيشن خوفنا الأساسي من الفنتريكولار تاكي اريتمي اللي هي التورسات دو بوينت. بعد كده الخمسه، هالوبريدول خمسه، الليبل اي ام طبعا، بس في كل الجايد لاينز اي في، يعني في كل الجايد لاينز اي في من السبعينات، حتى الجايد لاينز بتاعت الاي بي اي والنايس وفي كندا وفي الديليريوم وفي الديمنشا، قصدي في اللي هو السكيزوفرينيا وفي الاجيتيشن وكل السيستماتيك ريفيو، الهالوبريدول بتاعتها اي في عادي جدا. انا اصلا اول ما عرفته في العباسيه عرفناه اي في، وبعد كده لما كبرنا شويه قالوا لنا الدو اي ام، هو بيتعطى اي في عادي، ما الليبل طبعا عشان الاستاديز اللي اتدرست، يعني في ادويه الليبل ما بيذكرش كل حاجه، وطبعا كل الكلام دلوقتي الموضه، لو انتوا يعني بتقروا سيستماتيك ريفيو بقى لها كذا سنه، ان الاي في هالوبريدول ما بيعملش ديستونيك رياكشن زي الاي ام هالوبريدول، الاي ام هالوبريدول عشان بيبقى سلولي ريليزنج شويه وبيقعد شويه فبيعمل الاكيوت ديستونيك رياكشن وكده. مشكله كمان الاي ام هالوبريدول مع المرضى لو بياخدوا انتي كواجلانت، وعشان كده وليد هم ليه عملوا الموضوع ده في الديليريوم، يعني ليه الجايد لاينز بتاعت الديليريوم بتاعت الاي بي اي حطيته اي في؟ لان كلنا قابلنا الموقف ده، اللي تكون داخل اي سي يو على عيان بياخد كليكسان او بياخد انتي كواجليشن، والعيان اصلا انتي كواجليتد، واللي هو لو لمست العضله بتاعته هتبقى اسس قد كده، فبنحتاج اي في. فعشان كده الهالوبريدول في الديليريوم هو راح فين الكلام؟ لا، ما هو ده كان اخر حاجه، بس عشان نشوف سؤال تاني. اتفضل اتفضل طيب كمل. ماشي، فا هو ده، فهو المكتوب، بس هو بس يعني
في ناس بتقعد تخوف منه عشان طبعا المستشفيات النفسيه ما فيهاش الامكانيات. لكن انت لو شغال في مستشفى فيها امكانيات، مستشفى عام، هتحتاج كتير الاي في، بالذات في الدليري، بالذات في الدليري، لانه اصلا في كل الجايد لاينز بتاعت الدليريوم، حتى مش عندنا احنا، حتى عند دكاتره الاي سي يو كريتيكال كير والبالياتيف كير، يعني روح بص في الجايد لاينز، روح شوف مثلا في حاجه زي الليكسي يجيب لك مين اللي قايل الاي في، هتلاقي حاجات كتير. لكن هو الليبل فعلا مش ذاكر الاي في. ماشي، اتفضل يا دكتور خالد. دكتورة لينا بتسأل خصوص زيادة الوزن لما يبقى أخطأ أكتر من 5%، ونتدخل إزاي يعني لما نكون حلو. ده سؤال حلو بقى، ده سؤال حلو، ده عايز محاضرة لوحده. الجايد لاينز بتاعت الـ WHO، الـ WHO طلعت جايد لاينز السنة فاتت بتاعت علاج مشاكل الأدوية النفسية مع الناس الميديكالي إل، موجودة على موقع الـ WHO. رقم واحد behavioral and lifestyle modification، اللي انت لازم الدكتور النفسي يتعلم ازاي يوصف الفيزيكال اكسرسايز، ولازم كلنا نتعود نوصف الفيزيكال اكسرسايز بالجايد لاينز بتاعته. النايس ليها، الاي اتش اف امريكا ليها، الاي بي اي ليها، اللي هو بيبقى حوالي ساعتين وربع في الاسبوع، اللي هم 45 دقيقه ثلاث مرات، لازم يتمشى بطريقه سترينوس او يجري او يمارس مجهود رياضي. مش متكلمين قوي على الدايت، ولكن متكلمين على الفيزيكال اكسرسايز. فهنا لازم الدكاتره كلها تتعلم توصف الفيزيكال اكسرسايز ازاي والمشي ازاي، وتتعلم تدي هيلث كونسلنج على الدايت. والنهارده انا كنت في بحث كده، لو خالد لو شفت انا كنت حاطه على الواتساب في المجموعه بتاعتنا، اللي هو ان ازاي عملوا دايت كونسلنج مع المرضى لمده 13 دقيقه على اللي هو ازاي قلل الشوجر والفات وياخد هيلثي دايت زي الميديترينيان والحاجات دي، ولقوا الافكت سايز بتاعها اعلى من الانتي ديبريسنت. فالمهم موضوع الهيلث دايت ده لازم نتكلم فيه. ده الفيرست لاين اللي هو البيهيفيرال اند لايف ستايل موديفيكيشن. ادي نقطه، لان لو احنا مطولين على الدواء ومش عارفين نغير الجرعه، طبعا هو الحل السهل اللي احنا نغير الجرعه، بس خلينا اقولها لك يا دكتوره لين بالبلدي، مش ده الحل الافكتيف، بالذات لان احنا لو احنا صحيين واكتشفنا المشكله بدري، فالحل ده اصلا هيبقى مش يور قدام، يعني ده مش مطروح. يعني انا كان عندي عيانه اكيوت مانيك وما صدقت ظبطتها على الاولانزابين، وكانت مبهدله اهلها وهي طالبه في الكليه ومستقبلها هيضيع، وكانت جايه لي من مكه ومن اسره يعني كبيره، فالموضوع مش هزار اللي احنا ما صدقنا ظبطنا واحده وهتبتدي ترجع لدراستها، وانا اروح يا عيني شايل لها الاولانزابين عشان بيتخنها. فلازم هتعامل بحاجات ثانيه مع الريكفري، ان لازم نربط فكره الريكفري مع الهيلث ستايل او اللايف ستايل موديفيكيشن. اللي انت دلوقتي بتتحسني وبتستفيدي من الدواء، بس انت محتاجه تعملي حاجه تانية معايا عشان تساعديني. لازم تتمشي، لازم تروح الجيم، لازم. انا عن نفسي بكتب لهم يتمشوا كل يوم 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل. انا بكتب لهم كده، بديهم في الهيلث بريكوشن، بقول لهم انت عندك 10 دقائق الصبح و10 دقائق بالليل لازم تتمشاهم، مثلا الصبح بعد الفجر وقبل المغرب. ده الجايد لاينز. تاني حاجه في الجايد لاينز بتاعت ال WHO هو الميتفورمين. هو الميتفورمين حاليا هو أقوى دواء عليه ايفيدنس وعليه توصيات في استخدامه مع الدراج انديوست ويت جين. انا عارف طبعا في حاجات واخده دي ابروفا زي البوبرينورفين والنالفريكسون والحاجات الغريبه دي، ولا ليها اي لازمه، ما فيش اي دواء ابروفد في اوروبا وامريكا ليه تاثير على الدراج انديوست ويت جين ما عدا الحاجات اللي انا هقولها لكم دي. فبعد كده الميتفورمين، والميتفورمين نتعلم ازاي نستخدمه. بندي حبايه الاول، تاخد في وسط الاكل مع الغداء، وبتتزود كل اسبوع. موضوع اللاكتيك اسيدوز اللي كان بيخوف الناس منه مش بيحصل كتير، وعليه ريفيوهات اللي هو ما بيحصلش كتير. تمام، ده رقم اثنين في الجايد لاينز بتاع الـ WHO. بعد كده اللي هقوله لك كله بقى مش جايد لاينز، كلها حاجات سيستماتيك ريفيو. الاريبرازول بيقلل شويه، البنت دي طبعا انا اديتها الميتفورمين، تمام، بيقلل الدراج انديوست ويت جين الاريبرازول. التوبيراميت بس طبعا كلينيكالي ما حدش بيستحمله، التوبيراميت دواء مقرف محدش بيستحمله اصلا، بيعمل كوجنيتيف دالنس ابن لذينه، ودي واحده بتذاكر ما كانش هينفع معاك الكلام ده، تمام، بس التوبيراميت مكتوب. الموضه دلوقتي الميمانتين والامانتادين، انا اسف، اللي هو الدواء بتاع اللي بينايم بالليل يا خالد اسمه ايه؟ الميلاتونين. الميلاتونين والامانتادين. الميلاتونين عليه دراسات دلوقتي مع الدراج انديوست ويت جين بتديه من 3 ل 5 مللي. ايه علاقتها؟ ما حدش عارف بقى. هو ده الفرق يا جماعه بين الكلينيكال ميديسين والاكاديميك ميديسين. الكلينيكال ميديسين ناس قاعده تجرب في حاجات في مرضى حقيقيين وبيطلعوا نتائج. الاكاديميك بقى يقعد يفكروا، حط الريسبتور على ده وهات ده،
ما حدش عارف اصلا، زي ما حدش عارف ليه التراي سايكل كانوا انتي توبركلوس وبعد كده انتي ديبريسنت. فالميلاتونين من 3 ل 5 مللي مع الانتسايكوتيك بيقلل شويه الويت جين، ودي عليها دلوقتي دراسات قويه. تمام. ثم بعد كده بقى الخيار بتاع تقليل الجرعه ممكن يجي قدام شويه بعد الكونتينيويشن فيز. انا شخصيا اكيوت كونتينيويشن ما بقللش جرعه حتى، بحاول اتعامل مع المشاكل. انا ما عنديش استعداد اضحي بعيان على اول طريق الريميشن عشان يعني انا مش عارف اتعامل مع المشكله. وظيفتي اللي انا اتعامل مع المشكله، وظيفه الدكتور اللي هو يتعامل مع المشكله، مش وظيفته اللي هو يجري من المشكله. احنا بنتعامل المشكله عشان نتعامل معاها. عيان في اول الريميشن احترم الريميشن وكمل اكيد كونتينيويشن، وبعد كده ممكن تقلل الجرعه. فهنا لازم هنتكلم على اللايف ستايل موديفيكيشن بوفره وبامال ان هو ده الجايد لاين وهو ده الايفيدنس وهو ده المطلوب، ان طبيعه حياه المريض تحت ضغط الدواء عشان تحسن الريكفري بتاعه سواء كان هو مود او سايكوز. ده اللي انا عارفه، وممكن نبقى نتكلم فيها حلقه لوحدها. لكن طبعا لا قدر الله لو مشكله الويت جين دي تم اكتشافها او تم التعامل معها بعد 3 شهور، فاغلب السيستماتيك ريفيو دلوقتي بتقول ان اي تدخل هتاخده هو يوسلس، مش هتعرف تعمل فيه حاجه حتى لو شلت الدواء نفسه. هو خلاص المريض كده ركب المرجحه بتاع ميتابوليك باث واي، وهيكمل بقى دايابيتس تنشن ديسليبيديميا وكمل بقى. ده يعني اللي انا عارفه. اتفضل. تمام. انا بس بعتذر للزملاء اللي بيسالوا اسئله بره موضوع الويبينار. عشان انت عندك تعليق خالد على موضوع الويت جين ده قول لي برضه. هو ده انا برضه نفس الخطوات، اللايف ستايل والاكسرسايز والدايت والميتفورمين بعدها، ده الاساسي يعني. انا الميتفورمين من كتر ما بكتبه جالي الصيدلي، انت عارف الصيادله هنا سعوديين وكلهم كلينيكال فارماسيست، فتح لي بقى اللي انت بتكتب ليه وانت مالكش فيه، ده بتاع سكر ومش عارف ايه. قلت له رحت جايب له بقى الدبليو اتش وتعمل دبليو اتش وتقول له، قال لي لا خلاص ماشي ده الدبليو اتش هو حبيبي وسكت. تمام. في زميل بيسال هل في دراج ادمنستريشن روت اوف دراج ادمنستريشن يقلل الريسك اوف كيو تي سي برونجيشن مع الهالوبريدول؟ لا ما نعرفش، ما يعني انا ما عنديش، ما سمعتش حاجه زي كده. الهالوبريدول هو نون ريسك فاكتور، ولو تراجع على الايزي سيرت هتلاقيها موجوده بوضوح. ما اظنش. لا هو الكلام يا دكتور الاختلاف ما بين الاي في والاي ام في الديستونيك رياكشن، لكن مش في الكيو تي برولونجيشن. الكلام اللي بيتقال ان انت المريض اللي انت خايف على الاي بي اس اديه له اي في، مش هيحصل له اي بي اس. ده الكلام اللي بيتقال، لكن في الكيو تي برولونجيشن ما اظنش في اختلاف. دكتورة فاطمة بتسأل هل يعتبر الحمل، هل التحاليل بتختلف في واحدة بريجننت؟ لا. وهل الحمل مش ريسك فاكتور للكيو تي برولونجيشن؟ لو فتحته على الموقع بتاع الايزي سيرت اللي هو الكيو تي دراجز دوت او الكريدبل ميد، هتلاقوا عندهم حاجة اسمها كيو تي ليست، حاجة اسمها كيو تي فاكتور. لو دخلت في الكيو تي فاكتور مش هتلاقي الحمل واحد منهم، هتلاقي امراض ثانيه منها حتى البانيك اتاك. يعني البانيك اتاك واحده من الكيو تي فاكتور. تمام. فعلى حسب بقى، ممكن يكون معاه هي هايبرثايرويد اصلا، وكتير من الناس في الحمل بيجي لها هايبرثايرويد، ممكن يكون معاه انيميا والانيميا مثلا كيو تي فاكتور. فلازم نبقى عارفين كيو تي فاكتور زي ما احنا عارفين كيو تي دراجز، لان الاثنين لو جم على بعض فالدنيا هتولع. وعشان كده على نفس الموقع لو دخلتوه هتلاقي حاجه اسمها ميد سيفتي تشيك، اللي انت تروح قايل الامراض اللي عند المريض بتاعك وقايل الادويه اللي بياخدها كلها، ويروح حاسب لك الدي تي بي هتحصل امتى، ويقول لك يا باشا في خلال كام يوم المريض بتاعك هيجي له دورسات دوب 1 بنسبه 40%. لكن ما سمعتش حاجه عن الحمله، هنطلب نفس التحاليل. تمام. دكتوره هبه بتسال ديفيكولتي، بيبقى في ديفيكولتي اوف ميجرينج الفايتال ساينز او ان احنا نعمل اي سي جي قبل ما نعطي الهالوبريدول والبنزودايزبين ان اجيتيتد بيشنت؟ والله الكلام ده بيتقال كده بس هو مش حقيقي، لان كل الجايد لاينز مش موافقه على الكلام ده. وحتى لو بتحلوا في الكتب الام اس كيو بتاعه البورد دايما يجيبوا السؤال ده عشان يوقعوا الناس، يقول له انت داخل على اكيوتلي اجيتيتد بيشنت وفيري اجريسيف ومكسر الدنيا وريسك مش عارف ايه، ذا فيرست ايميديت ستيب. يقول لك مثلا جلوكوز تشيك، فايتال ساين تشيك، مش عارف مثلا اي في مثلا لورازيبام او مثلا اي ام لورازيبام، تروح كل الناس اختارها لورازيبام. مفيش حد يوافق على الكلام ده. بنعرف نعمل في كل المستشفيات في بوليسي للفيزيكال ريستريند لازم تدفع في ساعتها، وموجوده في كل الاقسام، في الاي سي يو وعند بتوع الجراحه وعند الطوارئ وعندنا في النفسي.
فهو خلينا نقولها بصراحه، ده بيبقى كسل للدكتور. الدكتور لو خد بس 5 دقائق يقيم المريض قبل ما يتدخل هيحمي المريض مشاكل كتير. يعني خد بس 5 دقائق، هات التمريض، هات الامن في المستشفى. انا بعمل كده، بجيب الامن وبجيب التمريض، امسكوا لي الراجل دوت، حاولوا تربطوه، شوف لي بس حتى الهارت ريت كام، شوف لي البلد بريشر، اعمل لي جلوكوز تشيك لو جاي من الشارع انا ما اعرفش عنه حاجه، وصلوه على المونيتور، وبعد كده اتدخل. بعد كده هتدخل عشان اعلى نور. لكن حته ان انت تروح متدخل على طول على غشامه وانت مش عارف ايه اللي موجود، ما فيش حد بيوافق عليه. ما فيش حد بيوافق عليه. ولو حصل مشكله في اي بلد فيها حساب وفيها محاكمه هيتحاسب، هيتقال له انت ما عندكش حاجه تقول لك ان انت تخش على واحد هيلثي انور، اللي انت ما عندكش اي تقييم صحي ليه، انت داخل على واحد ما عندكش اي تقييم صحي ليه وتروح مديله هالبريدول. ده يعتبر تعدي يعني. يعني هنا مثلا في حته زي السعوديه ده يعتبر تعدي، اللي انت تعديت على واحد ونيمته وانت عارفش عنه حاجه، انت ولا تعرف ضغطه ولا تعبده ولا حطه على مونيتور ولا قيسله السكر ولا اي حاجه. فمن هنا تيجي اهميه الفيزيكال ريسترينت، واللي الامن يبقى معاك والتمريض يبقى معاك. وحتى كل المراجع بتاعت الام سي كيو والبورد يقول لك كده، يقول لك قيم المريض الاول وبعد كده تدخل، قيم المريض الاول وبعد كده تدخل، حتى لو التقييم ده هياخد دقيقتين بسرعه. والكلام ده في اغلب المستشفيات يا جماعه سهل، انا بروح جايب الامن وبسرعه بيروحوا موصلين التمريض اللي مثلا الاوكسيميتر، وواحد ساحب عينه الجلوكوز شايفها كام، وواحد راشق له البتاع على صدره عشان اشوفه، وبعد كده تدخل. فمش الاولويه اللي هو يهدى، الاولويه اللي هو يبقى سيف واللي انت مقيم الموقف مظبوط وبعد كده تتعامل. فمحدش يعمل الحركه دي، لان انا عارف احنا ساعات بتبقى واخدانا الحماسه وروح داخل وهدي المريض وبعد كده اتصرف. الكلام ده مش صحيح، ولو حصل مشكله يبقى فيها مساءله بناء على الجايد لاينز. ولازم الدكاتره المصريين لما سافروا بره يتعودوا يبرزنت نفسهم بالجايد لاينز والكلام المعتمد اللي موجود في الليبل او في الجايد لاينز. زي ما انا قلت لكم النهارده في حاجات من اللي احنا قلناها موجوده في جايد لاينز، في حاجات لا خدناها من اكسبرت وخدناها من ريفيوهات. فاللي هيشتغل بره مصر ياخد باله الموضوع ده كويس قوي، ان هو هيتسال انت بتعمل ده بناء على ايه؟ هتقول له اه بناء على كذا، انا عندي جايد لاينز بتقول ان المريض بعد ما يتم تقييمه ممكن هديه هالوبريدول، ممكن هديه بنزودازيبين لغايه ما ادخله القسم، واسحب بقى بقيه التحاليل العاديه بقى السي بي سي بقى والليفر واللي هو الحاجات البلدي دي. انا ما قلتلكش اي سي جي بس على الاقل مستوى على الوقت. صوتك راح يا اتفضل يا اه طيب ماشي. سؤال معاك اه دكتوره اماني بتسال الاوميجا 3 هل بيقلل الميتابوليك سيندروم او الليبيديميا وبالتالي الاوبستي؟ يعني سؤال كويس. اصلا ما فيش علاقه بين الديسليبيديميا والاوبستي. يعني الديسليبيديميا والهايبرليبيديميا ده مرض مش علاقه بالاوبستي. يعني ممكن واحد اوبيز وما عندوش ديسليبيديميا، ممكن واحد رفيع وعنده ديسليبيديميا. الكلام عن اوميجا 3 دلوقتي ككارديو ريسك فاكتور لا ملهاش اي دور، هو الكلام عندنا احنا في المود وفي النيجاتيف سيستم. لكن اغلب السيستماتيك ريفيوز الجديده بتقول الاوميجا 3 ملهاش، ما بتقللش الكارديو ريسك فاكتور ولا بتحسن الديسليبيديميا. لكن طبعا الاوميجا 3 مهم معانا احنا في المود، ودي عليها كلام كتير جدا في الديبريشن وفي النيجاتيف سيستم. فالاوميجا 3 مهمين لكن مش عشان الديسليبيديميا. تمام. هل في طريقه دكتوره نهال بتسال هل في طريقه نكمل على الدواء عشان نحافظ على النتيجه بتاعته لو حد يعني عنده هايبر بروكتينيميا، يعني دواء يضاف للانسايكوتيك يعني عشان ريفرس الهايبر بروكتينيميا؟ في طبعا الحل اللي مكتوب في مثلا مكان زي موتسلي وفي كتب كتير اللي انت تدي الاريبيبرازول عليه. الحل الثاني اللي انت تدي دوبامين اجونست اللي هو الكابيربولين او البروكريبتين او البريمكسول. الكابيرجولين اللي هو الدوستينوكس بتعطى مره في الاسبوع. والدكتور طارق اسعد كان بياكد لنا، انا سالته في الموضوع ده كذا مره الله يرحمه، اللي هو كان بيكتب كتير، قلت له ما بتشوفش اللي هو بيزود السيكوزس زي ما بعض الكتب بتقول؟ اصل احنا انت عارف التفكير الاكاديمي بقى اللي كان واكل دماغنا زمان، اللي انت ده دوبامين انتاجونس يعالج السيكوزس، ده دوبامين انتاجونس يعالج السيكوزس. لا ما شافش ولا كتب كتبت بعد كده ولا الاوبزرفيشن ستاديز كتبت بعد كده. بس في حتت زي عندنا هنا، يعني انا في المستشفى بتاعتي ممنوع اكتب الكابيرجولين، بيعتبر ده دكتور ده ريستريكتد على الاوبي جاين، دكتور النساء هو اللي يروح يكتبه. فانا المريض اللي المريضه اللي بوصل اللي عندها هايبربتيميا ريزيست انا مش عارف اتعامل معاها ومش معديه ال100، فانا مش خايف من الادينوما، ببعتها لدكتوره نساء تتعامل معاها هي تديها الدوستينوكس او
او تديها البرومكريبتين او كده. لكن في الادويه بتاعتنا ما عندناش خيارات كتير، ما عندناش خيارات كتير، ما عندناش غير الارت نفع ونفع. تمام معاك يا اخي. تمام دكتورة لينا بتسأل الميتفورمين بنكتبه لمدة قد ايه في حالة الاوبس؟ 6 شهور جايد لاينز، 6 شهور. ده طبعا على اساس ان احنا اكتشفنا المشكلة بدري، لكن طبعا لو اكتشفناها متأخر فما فيش تدخل فعال، وبالتالي الاحسن ما تكتبوش. هو تعطى 6 شهور. دكتورة رحاب بتسأل how to manage QTC if it's drug induced. لا drug induced بس طبعا هقلل الجرعه واقيس واعمل رسم قلب بعد 5 هطلع. لكن لو انا عندي مشاكل هحتاج دكتور قلب، يعني المريض ده ليفر، المريض ده مثلا هارت، المريض ده خش على كيوتي فاكتور، هتلاقي امراض كتير من الامراض اللي احنا نعرفها. في حاجه اسمها كيوتي ليست، كيوتي فاكتور، الاثنين موجودين على الموقع. لو انت هي دراج انديوست بس لازم تقلل الجرعه طبعا. دكتور محمد بيسأل سؤال كويس، أنا مريض يعني ماشي بقاله فترة على هلو بيدول إقراص وطويل المفعول، وأعتقد وجالي الطوارئ يعني أخد إنجكشن يعني أعتقد استاد، فهل ده برضو محتاج إن احنا نعمل له رسم قلب؟ آه طبعا، لأن أنت مدي جرعة دلوقتي بيك زيادة، أنت معلي البيك، هتعمل له رسم قلب في خلال ساعة ساعتين غالبا لما تدخله القسم. بقى التنبيض عندك بعد ما تدخله بيروح، عامل له رسم قلب في الطوارئ. طبعا سهل تبقى حاطه على مونيتور، لكن اول ما دخله عندك القسم تطلب رسم قلب. واتمنى تكون اتعلمتوا ازاي تبصوا عليه. انت عينك تلقط بسرعه، هي معديه مربعين كبار في ليد 2، لقيتها معديه مربعين كبار ابتدي ركز بقى وشوف بقى الجهاز كاتب ايه، او انت لو بتعرف تقيسها. انا عن نفسي بجيب ورقه بيضاء كده اروح عدد المربعات الصغيره واضربها في 40 ومدخلها عندي في تطبيق. انت عارفين موضوع الكيو تي سي كوركشن، بتعمل لك كوركشن على الهارت ريت. فالتطبيق عندي اللي هو الكالك ميد او التطبيق اللي هو بيحسب الحسابات ديت اسمه ام دي كالك. انت هتدخل له اللي انت قست مثلا، فانت قست مثلا 380 والعين الهارت ريت مثلا 90، هو يروح عمل لك كوركشن ليها وقال لك دي الكيو تي سي اللي هي بتبقى كوركتد بالهارت ريت. حاليا اغلب المكن بيقيسها اوتوماتيك، بس دكاتره القلب بيقولوا له ده مش دقيق. بس بالنسبه لنا احنا كدكاتره نفسيين يمشينا احسن ما تبقاش واخد بالك. فمهم يبقى عندك بيد لاين باصص عليه، وعندك بعد كده بتشوف مع الدواء. دكتوره فاطمه سؤال مكرر عن المانجمنت بتاع البرولونجيشن في كي تي سي، حضرتك جاوبت عليه قبل شويه. والله طبعا هو المشكله لازم يبقى العامل الثاني كله حاططه في الحساب، ولذلك انا بدعو الدكاتره اللي هم يعملوا زياره للموقع بتاع الكي تي دراجز او اسمه ايزي سيرت او اسمه كريديبل ميدز. لو كتبت اي كلمه في دول من جوجل هيدخلك وتعمل عليه حساب، لان هو مجاني، هو ما يسمحلكش تشوف الحاجات غير بحساب عشان تبقى يتاكد ان انت دكتور يعني وعندك ايميل وكده. وبعد كده هتخش جوه هتلاقي حاجه اسمها كيو تي ليست، هتلاقي حاجه اسمها كيو تي فاكتور. وفي الكيو تي فاكتور بتشوف الامراض، كل مرض ايه الدرجه بتاعته اللي بيعمل كيو تي برولونجيشن. تمام. ممكن انا افتح البتاع وانا اعرف اشير الشاشه، استنى كده لو في وقت مع الناس. اوريهولكم انا الموقع. ايزي سيرت لو عندك برضك تعليق خالد قول لغايه ما انا افتح لهم الموقع. معايا خالد؟ تمام معاك يا دكتور. شوف لو في تعليق انا هفتح اهو. مش عايز يفتح لي الموقع دلوقتي. مش عايز يفتح، ما اعرفش ليه يعني. بس انا اجرب من حته تانية، لان هو الموقع ده بصراحه مهم، وطبعا عليه ادويه حتى غير الادويه النفسيه يعني. طيب ممكن نبعت اللينك في الشات والزملاء. انا بس اتاكد اللي هو يفتح عشان اجيب اللينك احسن تكون اتغيرت، لان هو الموقع ده كل شويه غير اسمه. كان زمان اسمه qtdrugs.com، بار بعد كده كان اسمه ايزي سيرت، دلوقتي كاتب كريديبل ميدز. انا اتاكد بس اخر واحده اسمها ايه، لان هو على طول بيغيروا اسم الموقع ده.
فأهو فتحت اهي. اهي. طب اشير لكم الشاشة دي عشان تشوفوه. شير سكرين. اهو. هو الموقع ده. شايفينه؟ هو ده اسمه كريدبل ميد. فبعد ما تعمل حساب عليه هتخش في الهيلث كير بروفايدر هنا. باين يا خالد ولا لسه؟ لا لسه، هو لسه مكتوب بس تمام. ان انت عملت شيرينج سكرين بس مفيش حاجة. يمكن النت بطيئة شوية. انا هحطه في الشات دلوقتي اهو. اها ده الكريديبل ميدز. الكريديبل ميدز لما تدخل عليه هيجيب لك اللينك، حطيته في الشات اهو، هيجيب لك اللينك بتاع الاندرويد، هيجيب لك اللينك بتاع الايفون. بس طبعا التطبيق عليه معلومات مختصره جدا، لو حد عايز يجيب معلومات اكتر وتهمه يخش على الموقع، لانه حتى الموقع عليه بي دي افات ممكن تاخدها تساعدك. يعني ممكن تاخد البي دي اف بتاع الكيوتي فاكتور هتبقى عارف الامراض، لانه واحده منهم مثلا بانيك اتاك. البانيك اتاك من الحاجات اللي بتعلي الكيو تي برولونجيشن. طيب تمام كده. خلاص انا حطيتها على الشات اللي هو اللينك ديت. هي اللينك دي هتوصلك لكل حاجه، هتوصلك للتطبيق ولكل حاجه. تمام. لو تبص معايا دكتور أحمد على الأسئلة، دكتور وليد بيسأل عن باست فين هيستوري. أنا بس مش عارف الأسئلة؟ الاختصار بصراحة، مش فين الأسئلة؟ مش باين عندي يسأل، باين يقول لي اللي أنت لوجد إن. هو اليو جي أي بي، ما مش عارف اختصار ده، ما أعرفش إيه الاختصار. تمام. الدكتور وليد لو حابب يتكلم او كده يعني لو يفصلها او يفكها، يفكنا الاختصار ده. انا مش عارف الاختصار ده، تمام. لو حد عارفه يكتبه في الشات. طيب دكتور محمد بيسأل عن التدخلات لو لزيادة ان احنا ننقص الوزن بعد فترة طويلة، يعني already حد يعني ما دخلناش early، ايه اللي ممكن احنا نعمله؟ هتبقى بتتعامل مع اوبيزيتي بقى، ده قصه تانية. يعني هترجع بقى، ده مرض تاني. تعال بقى تشوف الاوبيزيتي بيتعاملوا معاها ازاي. دي ما بقتش دراج انديوست. الاوبيزيتي واحده من الحاجات الفيرست لاين فيها دلوقتي، المورد اوبيزيتي هي الجراحه. طبعا هتشتغل باللايف ستايل موديفيكيشن وبيهيفيرال موديفيكيشن، بس انت كده دخلت في مرض تاني. يعني ده لا يسمى دراج انديوست، ده يسمى دراج انديوست. هيبقى عامل كده زي موضوع الديوال دايجنوزيس. يعني ده زي ما نقول دراج انديوس سايكوزيس، ده مش دراج سايكوزيس، ده خلاص مريض عنده سكيزوفرينيا اللي هو ديوال دايجنوزيس. نفس الشيء، ده مش مريض عنده دراج انديوس ويت جين، ده مريض عنده اوبيزيتي. والاوبيزيتي ده مرض، وليه بقى شغل، وليه كلام، وليه ناس هتبعته مع حد بقى نيوتريشن او حد فاهم يشتغل عليه. تمام. دكتور وليد بيقول انه ده اللي هو اختصار الابر جي اي تي بليدنج باست، يعني patient with past history و upper جي اي تي بليدنج. Is it a resistant contraindication of this SRIs؟ برضه الابر جي اي تي بليدنج لوحدها كده مش كافية، ايه السبب والله اصلا؟ الابر بتقال ابر جي اي بليدنج، انا عمري ما شفت كده. بس هو الابر جي اي بليدنج عموما، يعني هو اصلا هي مشكله الادويه السيروتونيرجيك، سواء كانت انتي ديبريسان او انتي سايكوتيك، ان هي سيروتون ريابتيك انهبيت حتى على البليتلت نفسها، حتى على البليتلت نفسها. فالسيروتون نفسه مش عارف يخش البليتلت، فالبليتلت بتبقى فراجايل. فانت كانك شغال باسبرين بالظبط، يعني كانك بتدي اسبرين او بلافيكس، وكانك بتدي عند دبل انتي بليتلت بالانتي ديبريسنت دول. فهي ساعتها هتبقى الوزن مش عندك انت، هتبقى عند حد تاني. يعني يبقى محتاج انا اسال حد تاني، دكتور البطنه او القلب بتاع المريض ده، هل المريض ده ينفع ياخد انتي بليتلت؟ لان في مرضى عندهم ابر جي اي بليدنج وبياخدوا انتي بليتلت نتيجة حاجات تانية، نتيجة مثلا ريبيتد ستروك، أو مثلا هو عنده مثلا إيه إف أو كده. فهو هيبقى السؤال مش عندك أنت، هيبقى السؤال عند الدكتور تاني.
هيبقى الدكتور هنبعت نساله، هنعمل له كونسلتيشن، هنقول له الراجل ده عنده ابر جي اي بليدنج، هل ينفع ياخد دواء انتي بليتلت اكتيفيتي؟ وهو بقى يرد علينا بان احنا عندنا ادويه كتير بتعمل ابر جي اي بليدنج، لانه ممكن يكون عنده طريقه يقول لك اه ممكن اندر كفر بتاع البي بي اي، لو بيدي له بي بي اي فينفع، يكون المريض ده مثلا ريسك مش عالي. فهو هتبقى السؤال على الانتي بليتلت مع الابر جي اي بليدنج، مش هيبقى الانتي ديبريسنت مع الابر جي اي بليدنج. ده لما بتقابلني انا بعمل كده، ببعت انا بعمل كونسلتيشن مع حد تاني، والعكس دايما بيحصل. كتير من دكاتره القلب بيجيبونا عشان نوقف الانتي ديبريسنت او عدى الانتي ديبريسنت لعيانين بياخدوا دبل انتي بليتلت، بالذات لما بياخدوا اسبرين بلافكس اللي هو كلوبيدوجريل، اسبرين كلوبيدوجريل. فطبعا دبل انتي بليتلت وانت تروح مزود له مثلا ثيرد انتي بليتلت، فبتبقى مشكله. انا اظن هتحتاج حد يساعدنا في الاجابه على السؤال ده. معايا خالد؟ اه تمام. السؤال الاخير برضو اعتقد يعني، بس هو مش ملوش علاقه، انا الخانه بتاعت الاسئله دي بقت تروح وتيجي، انا مش شايفها. لو احنا خلصنا خلاص، عد عنده سؤال يا شباب؟ اعتقد that's it. طيب احنا هنختم النهارده. هو طبعا الخلاصه النهارده اللي احنا عايزين نقولها، ان انا كدكتور لما بتابع المريض لازم اقدم له هيلث كير مع الدواء اللي بديه له، مش مجرد بديه الدواء واقول له يعني خلاص انت بقى ربنا يعينك مع الدواء دوت، وانت هتعيش عليه زي الضغط والسكر والكلام اللي الناس بتقوله دوت، واخد بالك، ويجي يشوف ويصرف له الدواء والبريسكرايبر المتين اللي وراه الرفوف اللي بيصرف منها الدواء. لا، لازم انت كدكتور في حاجات معينه تتابع من الهيستوري هتسال عليها، زي موضوع مثلا التشخيصات اتشخصت في عيلته، ريفيو اوف سيستمز، ريفيو مثلا على السليب، على المشاكل اللي حصلت له في الابنورمال موفمنتس، مثلا الجي اي لو حصل له كونستيبيشن احنا قلنا مهم، ويا ريت مره نبقى نتكلم عنه بالتفصيل، لان بقى في جايد لاينز من نيوزيلندا دلوقتي، في جايد لاينز نزل في نيوزيلندا ازاي تتعامل من الكونستيبيشن او الجي اي هايبوموتيليتي مع المرضى النفسيين، ومثلا السكين سواء الفوتوسنسيتيفيتي او الريش، يعني تعمل ريفيو على السيستم على الحاجات اللي قلناها. بعد كده الاكزامينشن هيبتدي طبعا من اول الفيتال ساينز، وبعد كده الاكزامينشن واللور ليم اديما، تمام. بعد كده الاي سي جي، وطبعا الاي سي جي مهم وعرفنا امتى نطلبه وعرفنا ازاي نبص فيه. بعد كده اللابز، في حاجات فيها جايد لاينز، في حاجات ما فيهاش جايد لاينز. بعد كده الريفيرال بناء على المعلومات اللي انت جمعتها دي كلها، شوف هتبعت لمين وهتبعت ازاي. بس فاتمنى ان الموضوع النهارده يكون واضح، ولو حبيتوا اي موضوع من دول فيه تفاصيل نتفق ونرتب مع الدكتور خالد وان شاء الله نعملها. ماشي يا خالد؟ تمام ماشي. طيب كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وشكرا. شكرا لك يا دكتور خالد، ربنا يكرمك. شكرا لكم يا جماعه. شكرا ليك يا دكتور احمد، وشكرا للزملاء على حسن الاستماع. الله يكرمكم يا شباب، السلام عليكم.